أهلا بكم. مشاكل التي تصاحب الجهاز الهضمي السفلي للأسف كثير من الناس بتاعتنا أو الناس في مصر يعني إما يتعايش معها بشكل خاطئ، يتعايش بشكل خاطئ. يعني إيه؟ هو عنده إمساك فيعمل إيه؟ إمساك بقاله فترة، ده ممكن يكون حاجة خطيرة، ممكن يكون مرض مزعج، يروح للصيدلية بدون إشراف طبي ويقول للدكتور اكتب لي حاجة مسهلة، هما بيبقى حاطه حافظين واللي ده بيريحني او ده بيريحني، ياخد الدواء من غير اشراف طبي. هو هنا بيعالج ايه؟ بيعالج عرض، ما بيعالجش مرض، بيعالج عرض اللي هو اللي اسمه امساك، ما بيعالجش المرض. طب ايه سبب الامساك يا ابني؟ انتوا فهمتوا ان في حاجه اسمها اعراض تعبر عن امراض؟ طبعا في ناس كتير قوي بتتعامل مع موضوع الكونستيبيشن او موضوعات الخاصه بالجهاز الهضمي السفلي على انها شيء يعني جزء من الحياه، يقول لك بقى انا مش هروح للدكتور يعني عشان خاطر الحكايه دي. الكلام ده في منتهى الخطوره يا جماعه. التعامل مع الاعراض باستهانه واستهتار وكما يقولون اللي هو بالترقيع، ده التعبير الصحيح. ترقيع يعني ايه؟ حته الجاكيت اتقطعت فانا بجيب لها رقعه. الترقيع في الطب كارثه بقى، اللي هو انا عرض اداري بشويه مسهلات، ادويه من الصيدليه، اي حركه تخليني استريح شويه. تماش، انت استريحت شويه رحت للدكتور؟ لا، يبقى انت كده ما مش ماشي صح، اللي ممكن يكون تحت الموضوع، تحت الرماد في نار عنيفه مستخبيه. النهارده الحوار ممتع جدا لانه النهارده لاول مره هنتكلم في الموضوع دوت مع طبعا القمة العلمية الكبيرة والاسم العالمي القدير اللي بنفتخر بوجوده معنا في الدكتور. بيبقى يوم جميل جدا، يوم الحلقة الخاصة بضيف العزيز الأستاذ الدكتور إسماعيل شفيق، رئيس قسم جراحات القولون والشرج بكلية الطب جامعة القاهرة، أستاذ جراحات القولون والشرج والرائد القدير على مستوى المصري والشرق الأوسطي في علاج أمراض القولون والشرج والحوض، صاحب أكثر من 250 بحث علمي في كبريات الدوريات العلمية العالمية. أهلا بيك يا دكتور. دكتور النور ده. ازيك يا حمد؟ قبل ما ابدا، احنا النهارده موضوعنا اسمه التبرز الانغلاقي. يس. عايزين نشرح ما هذا التعبير. هو التعبير ده بيختصروه في العالم كله بحاجه اسمها ODS، اللي هي obstructed defecation syndrome. سندروم يعني متلازمه، اللي هو بالعربي نوضحه اكتر، اللي هو مرض في اعراض كتير جدا مش عرض واحد. و obstruction انغلاق او قفل او حاجه اتقفلت. defecation اللي هو التبرز، يبقى التبرز الانغلاقي او التبرز المقفول. وله متلازمه اعراض بقى كتير جدا موجوده واسباب كتير وقصتها ضخمه جدا 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 في القصه دي. هل هو نوع من انواع الامساك ولا هو اصل هو قصته غريبه؟ يعني هل التبرز الانغلاقي ده امساك ولا مش امساك؟ هو ضمن الامساك. بس هو لوحده كده ماشي في حته قاعد لوحده فيها. بمعنى ايه الامساك؟ لو حبينا نوضحه للناس ببساطه شديده، ربنا خلق ان الانسان ياكل في خلال 24 ساعه ل 48 ساعه يصرف اللي خرج، كله يخرج. طيب ده ما خرجش، يبقى عندنا حاجه اسمها امساك. الامساك ده هو بنسميه فيه حاجه اسمها بنسميها ابتدائي وحاجه اسمها ثانوي، يعني برايمري وسكندري، لاسباب ابتدائيه واسباب ثانويه او لحاجات انت قمت بيها. يعني مثلا واحد بطل ياكل خلاص ببساطه شديده دخل في امساك. واحد بطل ان هو كان بياخد ادويه لتنشيط الكبد وبطل ياخدها، او اخذ الادويه دي بكميات اكبر من اللازم. واحد بياخد ادويه للمخ والاعصاب بتهبط، لو هي بتهبط المخ مثلا بتوع الصرع بيأثر على الجهاز العصبي اللي هو الحاجات الابينيتين والادويه اللي هي بتاعت البيزل جانجلين والكلام من ده، بتأثر تأثير سلبي كبير جدا على الجهاز الهضمي. ODS اللي هو التبرز الانغلاقي، او اللي واحد يحس ان هو مقفول، هو بيجي العيان ده يقول ايه؟ يقول انا خلاص حاسس البراز خلاص على الباب وكله موجود، وبخش اعمل بس ما بحسش ان انا فرغت. هي دي فرق بقى. التاني ما بيعملش،
ده بقى بيعمل بس ما بيفرق، ما بحسش ان هو خلص. ممكن يعمل في اليوم مرتين ثلاثه بس ما بيفضيش، ممكن يعمل كل 48 ساعه مره بس ما بيفضيش، هو incomplete evacuation of rectum. نمره 2، الناس دول بتوع التبرز الانغلاقي ما عندهمش مشكله في القولون، كل مشكلتهم في المستقيم والقناه الشرجيه، وبسيط منهم نسبه 20% ممكن يبقى فيهم في نهايه القولون اللي هي الجزء اللي بيطلق عليه السيجمويد، لان السيجمويد ده ليه صمام مع المستقيم بيفتح ويقفل. الصمام ده ساعات ما بيفتحش كويس فيقفل الدنيا عليه، او يفتح حته ويقفل الباقي وبقيه الميكانيزم شغال، فدايما حاسس ان هو ما فرخش. وخاصه حضرتك تعرف دكتور ايمن ان 75% من تخزين البراز بيبقى في منطقه السيجمويد دي اللي هي في نهايه القولون، و25% من التخزين بيبقى في المستقيم. فلو هو من الشخصيات اللي بيخزن في السيجمويد، اما يفتح بطريقه غلط يحس ان هو دايما ما فرخش. ايه الاسباب المشهوره للحاله دي؟ او يعني مش هنقول اسباب، يعني ايه الكونديشن اللي حضرتك لاحظتها مع شوف هي الحاله دي بنطلق عليها دايما فانكشنال كونستيبيشن. فانكشنال اللي هو مشكله في الوظيفه في التكوين، مش ان انا يعني العضلات نفسها، انا عندي مجموعه من العضلات والتكوينات الموجوده والاعصاب اللي بتخترق هذه المنظومه. فعلى سبيل المثال المستقيم بينقبض عشان القناه الشرجيه تفتح فتفرق، اما المستقيم انقبض والقناه الشرجيه ما فتحتش فتحه كامله، فتحت نص فتحه فنزل جزء وراحت قافله، فهنا هوت انا ما فضيتش كويس، وده بنسميه incoordination، ما فيش تناسق او تنسيق ما بين الاماكن وبعضها، ما بين الغرفه اللي هي مستقيم وغرفه او الممر اللي هو القناه الشرجيه. المفروض ان البوابه دي تفتح في نفس التوقيت اللي البوابه دي ايه تفتح، يعني ينقبض المستقيم تفتح البوابه عشان يعدي البراز منها. اللي بيحصل ان بينقبض المستقيم والبوابه ما بتفتحش كمان او بتفتح جزئي، فهو يفرغ جزئيا ويحس دائما ان هو مش قادر ان هو يخلص الموضوع. فالتبرز الانغلاقي ده منتشر جدا، ويجيك المريض يقول لك انا خلاص حاسس ان انا وانزل حته والباقي مستحيل، وارجع اروح تاني وارجع اخش الحمام انزل حته وبرده ايه تقف الدنيا مستحيل انزل. وبيبقى دايما السبب الكبير قوي عند الناس دي هي تجد غرفه اماميه اللي هي الانتيريور ريكتوسيل، تجد ان عندهم انترسبشن في المستقيم، وهو عباره عن ان هو يبقوا زي الشراب يركبوا على بعض. ممكن يجيله ريكتال برولابس وهو اللي هو السقوط الشرجي، ممكن يجيله ضعف في العضلات اللي بتفتح الليفيتور اورناين ما تفتحش وقت الفتح، ما بتفتحش فالمنطقه دي هي ما بتفتحش. ممكن يجيله التهابات في الاعصاب وعصب الحوض ما يخليهوش يقدر ان هو يعمل تنسيق جيد بينه وبين العضلات الموجوده. ايه الفرق بين هذه الحاله وبين انواع الكونستيبيشن الاخرى؟ شوف بقى الفرق بين الاثنين، العين الثاني ما بيفرغش، بيقعد اربع ايام ما يخشش الحمام والاحساس مش موجود، اللي هو عيان الامساك الاخر الامساك العادي اللي هو مثلا اللي عنده ضعف مثلا احنا ما بنعمل له كرونيك ترانزيت تايم، وهي زمن العبور. في حاجه اسمها كرونيك ترانزيت تايم زمن العبور، ان احنا بندي له قرص والقرص ده بنعمل له اشعه ونشوف حلقات جواه ان القرص ده مشي بسرعه قد ايه جوه القولون. فبنجد ان الناس دي مثلا عندها ضعف في حركه القولون فعنده امساك بكده، القولون ده بدل ما بيفرغ من 24 ساعه 48 ساعه ممكن يفرغ في خمس ايام. طيب بقى له خمس ايام البراز موجود في بطنه مش عارف يخرجه، مخنوق حاسس بانتفاخ بلوتنج رهيب، جنابه بتضغط عليه وبتألمه من الخلف، بيحس نفسه مش مستريح دائما، حس دايما بالارهاق والتعب الشديد فاتيجابيلتي، عينيه تحتيها تبقى دايما سودة، ممكن يحس بتورم في عينيه وفي وشه لو ضغطت على الحوالب والكلى، لان القولون انتفاخه ممكن يضغط على الحوالب فيخلي تسريب البول مش بالشكل الجيد. يعمل له جلاب الام في ظهره شديده، وبعد كده هو احساسه بالتبرز مش موجود،
هو مش عايز يخش الحمام، يعني الفكره مش موجوده، هو عايز يصرف البراز، عايز يصرف اللي في بطنه، بس هو ما عندوش الاحساس. التاني لا، التاني دخل الحمام وصرف جزئيا والاحساس موجود بس مش عارف يخرج اخر جزء، اخر جزء ده واقف معاه incomplete evacuation، عدم القدره على التفريغ الكامل، لان احنا قولون سليم وكله سليم ما عدا المستقيم والقناه الشرجيه. في انواع طبعا لهذا التبرز الانخلاقي؟ في انواع، في منه نوع طبعا احنا عندنا في منه مايلد ومودريت وسيفير، ده حسب الشده. في منه نوع بقى ايمن بيخلي العينين خلاص بقى مخهم، يعني لان هو حاسس انه عايز برز، والمشكله بالاحساس، يعني لما تبقى الواحد مش حاسس وبطنه بس منفوخه بتضايقه بس الدنيا ماشيه، اما يبقى خلاص عايز يخش الحمام ويخش ما يعملش ويخرج الاحساس ما زال قائم ان هو عايز يخش الحمام فيخش، فبيوصلهم لحاله نفسيه سيئه جدا لدرجه بيجي لهم سايكوزس، مشاكل نفسيه، مشاكل نفسيه بتصل الى العلاج في السيفير كيس بتاعتهم بتبقى كارثيه. البرايمري تايب بتاعه عنده بقى جزء برايمري، بيحصل له ايه بقى فيه؟ تجد ان الاستراكشر العضلات نفسها بتتغير تماما. ازاي؟ تيجي العضله القابضه اللي هي بيبوريكتاليس دي تروح حصل لها حاجه اسمها انيزمس وتقطرس قوي ويحصل لها تقلص شديد جدا، والتقلص ده يمنع ان اي حاجه تعدي الا يدوبك من خرم رفيع قوي، والبراز واقف فوقيها في المستقيم وهي عند بدايه القناه الشرجيه، وبعد كده المنطقه دي مليانه ريسبتورز مستقبلات تديك احساس شديد بعمليه التبرز، يعني تبقى الاحساس قائم قوي والكتله موجوده والفتحه صغيره جدا وهي مش عايزه تفك نهائي. ودي من اشهر الحالات الموجوده اللي هي بنسميها هايبرتنسيف بيوبرتي، اللي هو تقلص شديد او انيزمس في الانال كانال. ازاي نشخص بقى هذه الحاله؟ شوف، هو التشخيص هو سهل مش صعب، بس عايز حد يفهم الحاله. يعني احنا دايما بنقول ان الحاله دي تشخيصها كلينيكال مهم قوي، لانك انت بتعرف توجه العيان رايح يروح فين، لان انت لو هتاخده كامساك عمومي وما قسمتهوش هتبقى فيها مشكله كبيره. لكن انت عايز تقسمه الاول، فبنتكلم في الكوشنير، الاسئله التي يسالها الدكتور للمريض ويستطيع ان يعمل تقسيمات ليصل ان المشكله في الجزء السفلي بس، مش في كل الجهاز الهضمي، دي في حد ذاتها مهمه قوي، ان هو يعرف ان هو مش من الاجزاء الثانويه، من الاجزاء البرايمري، يسال على التاريخ المرضي لاي امراض اخرى فيصل الى هذه الجزئيه. ما بنصل لهذه الجزئيه ان احنا عندنا اوبستراكتد ديفيكيتد سندروم اللي هو التبرز الانغلاقي، هنا لازم يتعمل له ديفيكوجرافي اللي هو ميكانيكيه التبرز، ويتعمل له مانومتري اللي هو بنشوف الضغط والبريشر الموجود جواه. اللي احنا شايفينه دلوقتي على الاشعه الصوت ده الديفيكوجرافي. ده الديفيكوجرافي بيعبره عن ماده زي معجون السنان بتتحقن في القناه الشرجيه وبتدي احساس البراز، هي بتبقى اتقل من المعجون شويه، فده بيديك شكل البراز. وبعد كده بيقعد على الجهاز وبيصوره، بنصوره بحاجتين، يا اما بجهاز اكس راي كونتينيوس، يا اما بجهاز رنين مغناطيسي، اشعه اكس او رنين مغناطيسي. لو باشعه اكس هيظهر لك الصوره دهيت ويبتدي يظهر كل التفاصيل، او بام ار اي زي دهيت. تمام، الرنين بقى يبتدي يقطع لك ويظهر لك العضلات، في كده في تفاصيل وفي كده في تفاصيل، طبعا الرنين بيديك تفاصيل اكتر. وهنا بنشوف بقى هل المستقيم ساقط، هل في عامل زي الشراب مقلوب انترسبشن، هل في برولابس بس مش خارج، هل في غرفه اماميه وغرفه خلفيه، هل في سقوط في الحوض كله، كل الكلام ده هو اللي بيبتدي يظهر معانا بوضوح شديد. طب المريض ده بقى جاي بمشاكله وعملنا له فحوصات وبعدين هنعمل خريطه علاجيه، خطه علاجيه لهذا المريض. اول حاجه في العيانين دول تحاول تبتدي، الا في السيفير كيس في الحالات الكبيره، لكن مش كل الناس هتجيلك بحالات كبيره، اغلب الناس بتيجي بحالات متوسطه.
عنده انغلاق برازي، بس ما بتساله انت بتاكل ايه، هتاكل بياكل سيء جدا، فابتدي غير في البيهيفير بتاع الاكل بتاعه، خليه ياخد هاي دايت فايبر، خليه ياخد يشرب ميه كتير، خليه يمشي على قد ما يقدر فتره طويله، ويبتدي اوبزرف العيان بتاعك مع شويه حاجات لاكستيف بسيطه. الاكسرسايز بتحسن عضلات الحوض، وبعد كده ما حصلش تحسن ابتدي دخله في الفيزيوثيرابي، ان هو يبتدوا يعملوا له بايو فيدباك ويدوا له استيميليشن للاعصاب الموجوده، ويعملوا ارتخاء للعضلات اللي فيها انقباضات، بعد ما نعمل له رسم عضلات، يعني نعمل له رسم عضلات الاول، ومن رسم العضلات ده نشوف ايه سباز موجود فين و و و، وعلى اساسها نبتدي نمشي بالعلاج الايه الطبيعي. اخر حاجه بنلجا ليها هي الجراحه. الجراحه في الحالات السيفير جدا جدا بنبتدي بقى نشوف السبب ايه. لو عندنا مثلا زي اللي في الصوره عندنا كده، ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن غرفه اماميه وفي سقوط داخلي في الشرج. ده بنعمله بالستارت تكنيك اللي هي الدباسه، بنخش ندبس المستقيم مع القناه الشرجيه وبنشيل جزء سيجمنت منه، ومن هنا بنفرده وبنشد العضلات وبيرجع تقريبا الكونتور بتاعه للوضع الطبيعي. في طبعا عندنا عمليات متعدده كثيره جدا، في ممكن بتتعمل بالخياطه، في ممكن بتتعمل بان احنا بنركب شبكه، ممكن بنشد المستقيم لفوق، في حاجات بتتعمل بالمناظير. العمليات دي بتتعمل من فتحه شرجيه، بتبقى ميزتها في كده ان هي بتتعمل بالدباسه من فتحه شرجيه، فبنفضلها عن ان احنا حتى نعمل منظار من البطن ونعمل تحريك للمستقيم كله عشان نرفعه فنفرده اكتر. فاما نستأصل منه جزء بالدباسه من اسفل وبدون فتح جراحي نهائي فده افضل بكتير. ايه الخطا اللي يجرم او يعني نقول ان اللي يرتكبه هيكون مخطئ في حق هذه الحاله؟ اللي هو ما يهتمش ان هو امساك. مش بتكلم على المريض، المريض الامساك بيتجنن. مريض بس في ناس بتتصرف، يعني اللي هو يروح الصيدليه ياخد ادويه من الصيدليه. ده في الاول في الاول بيبقى لسه حاجه بسيطه، مايل تو مودريت كده، من بسيط لمتوسط، ولسه مستهتر بالكلام والحقيقه اخداه وبيبقى صغير في السن. بس يعدي عليه سنه ونص سنتين في الحياه دي، هي تبقى بيتحول الى جحيم حياته، حياته تبقى ماساويه فتره طويله قوي، مش قادر يخرج بيتجنن. بس ما بياخدوش اقل من سنه ونص سنتين. لان كمان بيجي لهم حاجات ثانويه اخرى، يعني بيجي له شرخ، بيجي له بواسير، بيجي له التهابات في الشرج، بيجي له الام هو مش عارف سببها ايه، وبتجي له في اوقات غريبه ومختلفه نتيجه ان الكتله البرازيه اللي هي محبوسه جوه وفي الحوض، فضغط على الاورده وضغط على الاعصاب وضغط على الجسم. حتى لو كشفت عليه وما لقيتش عنده حاجه باثولوجيا واضحه، لكن وجود هذه الكتله لانها عماله تكبر فضغط على الحوض بشده. اذا لا يلام غالبا المريض، مين يلام؟ الدكتور لو ما عرفش يشخصه بطريقه جيده. والمريض برضو لازم يروح لحد متخصص، متخصص في الجزئيه دي. يعني لازم اما يبقى عندك امساك لازم تدور على حد متخصص في جزئيه الامساك القولون والشرج، مش ان انا اروح للجراح عام بيشتغل كل حاجه. ممكن يديني جايد لاين، ممكن يوجهني، لكن مش هينفع ان هو يعالجني بالقدر الكافي، او لو عالجني هيعالجني بشويه ملينات، وملينات لا تفيد في الامساك المزمن او في الاو دي اس اللي هي التبرز الانغلاقي. ماذا تقول لمن يستمع الى كلام المريض والمريض قال له، يقول له كده انا عندي امساك، وياخد الكلمه ويسكت؟ يعني كلمه امساك يتعامل معها على انها العرض النهائي في الجمله. دي مصيبه، ده الامساك ده لوحده مصيبه. يعني الامساك ده ممكن يبقى سرطان، الامساك ده هو ممكن يبقى جيب موجود جوه في القولون وممكن على وشك الانفجار. الامساك ده ممكن يكون كرونز قافل جزء من الامعاء ومضيقها جدا وخلاص، عندها هيخش في انسداد معوي. ده مرض مناعي، كرونز ده مرض مناعي يا جماعه، بيعمل التهاب في الامعاء. وبيقفلها بيخلي العيان يجيله انسداد معوي. طب انت هتستناه ما يخش في انسداد معوي ولا تلحق تعالجه؟ ده كل ده من كلمه امساك. الامساك ممكن واحد عنده التصاقات، عمل عمليه زايده، عمل عمليه كذا، عمل اي حاجه عمليه في البطن بسيطه في سن ما هو صغير، فجاله التصاقات وكترت مع الزمن، فابتدى يحصل له شويه مشاكل، وخاصه كان صغير ورفيع
كبر بقى عنده 32 33 سنه وطخن شويه، فالالتصاقات دي اتشدت وطولت، وكيس البطن منديل البطن ملى لان هو الدهون بتملاه فشد عليه فبغير الكونتور، فابتدت الالتصاقات يتغير شكلها فيجي له امساك. فده ممكن انت لو احنا ما شخصناهوش يخش في انسداد معوي شديد ويخش في فتح بطن كبير. خلي بالك الكلام بقى للشباب الاطباء وللمرضى كمان، اول ما تسمع في الشيت بتاعك في الهيستوري في التاريخ المرضي من مريض وانت بتكتب وراه كده كلمه امساك، لازم تقف قدامها كده تروح حاطط خطين وتسيب تحتيها 3-4 سطور فاضيين عشان هترجع للامساك ده وتتكلم عنه مع المريض بالتفصيل وتبدا تدرسه. والله يا دكتور ايمن عندنا بقى في القانون الشرعي انا نسيب 3-4 صفحات. بالظبط انا بتكلم على البطن. هنعيش معاه في القصه دي، لان الامساك ده انت هو انت عيد له بقى تعال. تعال نشوف ايه القصه. انا سعيد جدا دايما بوجودك معنا واضفت كثير حضرتك للثقافه العربيه في مصر وخارج مصر في مجال القولون والشرج والمستقيم في مجال اعراض الجهاز الهضمي السفلي. احنا اعطينا اعلاميا تقدير كبير لكثير من الاعراض بتاع الجزء الاعلى من الجسم، يعني تلاقينا اتكلمنا على الذبحات الصدريه، اتكلمنا على القلب، اتكلمنا على حتى القيء الدموي، جهاز العظم الهضمي، الجهاز الهضمي السفلي كان مظلوم اعلاميا لغايه لما حضرتك نورتنا وامرت منطقه اعتقد انها كانت بتعاني اعلاميا لكن هي منطقه في منتهى الاهميه والخطوره. ضيف العزيز الرائد القدير والاسم الكبير العالمي لجراحات القولون والشرج الاستاذ الدكتور اسماعيل شفيق رئيس قسم جراحات القولون والشرج بكليه الطب جامعه القاهره، استاذ جراحات القولون والشرج بطب القصر العيني الرائد القدير على مستوى مصر والشرق الاوسط في علاج امراض الشرج والقولون والمستقيم والحوض، وصاحب اكثر من 240 بحث علمي في كبريات الدوريات العربيه والعالميه، كان ضيفي في واحده من حلقاتنا في الدكتور. نورت يا فندم الدكتور. خليكم دايما مع الدكتور. أهلا بكم. الأمومة والأبوة شيء عظيم، كل جسمنا بيتناقص، كل خلايا الجسم بتقل مع الزمن، مخك حجمه بيقل عشان تبقوا عارفين، عدد الخلايا المخية بيقل، العضلات بتقل، عدد الحيوات المنوية بيقل، لكن من أكتر الحاجات اللي بتقل بشكل دراماتيكي البويضات. الأرقام غريبة ومخيفة، مش مخيفة يعني تقلقك من شيء، لكن هي دي سنة الحياة. هتستغربوا لما أقول لكم أنه في سن البلوغ عدد البويضات في الست بيتراوح ما بين 300,000 ل 500,000، 300,000 ل 500,000، نص مليون. رصيدها في سن البلوغ بيبقى نص مليون، أو بيبقى أكتر من كده بكتير ساعة الولادة. ده هو ساعة البلوغ، خلينا بس نحسب من ساعة البلوغ. طيب في حوالي سن 37 سنة يوصل ل 25,000 بويضة. ده البلوغ ده سن 15-16، من 15-16 ل 35-37، من 500,000 ما يبقوش حتى 100,000، ده 25,000. عند سن 51 سنة في عمر الست البويضات اللي تبقى موجودة حوالي 1000 بويضة بس وممكن أقل. يعني شيء في منتهى الاستغراب، من 500,000 ل1000. ده لو انا قلت لك مين الخلايا او مين الشيء اللي في الجسم بيتبخر بجد تقول لي البويضه. اول حاجه تخطر في بالك البويضه. يا اخي ده الشعر عند الناس اللي عندهم شويه شعر زي حالتنا بيفضل موجود، يعني مش بالطريقه دي بينهار الا بقى الناس يعني، لكن البويضات في الستات لا فعلا ملوك النداله بيختفوا. فتعال نفهم اكتر واكتر، خصوصا النهارده عندنا موضوع مثير جدا على المستوى العلمي وانا عايز افهمه اكتر منكم. يعني موضوع اسمه كيس او متلازمه البويضات الفارغه، متلازمه البويضات الفارغه، ده مقلب، ده مقلب عنوانه كده مقلب
لأي حد مش مركز في السونار كويس. تعالوا نفهم النهاردة هذا الكلام المهم جدا في عالم تأخر الإنجاب مع ضيفي العزيز، واحد من ميجا ستارز عالم النساء والتوليد ومن المبدعين في هذا المجال، الأستاذ الدكتور محمد فرج الشربيني، أستاذ أمراض النساء والتوليد وتأخر الإنجاب، الأستاذ بكلية الطب واستشاري الحقل المجاري وعلاج تأخر الإنجاب وجراحات المناظير والتجميل النسائي، وعضو المشارك بالكلية الملكية لأطباء النساء والتوليد الإنجليزية. أهلا بك دكتور محمد، منورنا وسعيد جدا بهذه الزيارة العظيمة في الدكتور. أهلا بحضرتك دكتور أيمن، أنا أسعد طبعا أن أبقى مع حضرتك. الله يبارك فيك. لا عايزك تعلق لي على المبيضات، هذه هي بتتصرف تصرف نسوي جبار، تبدأ بمحبة شديدة وبعدين بعد كده المحبة دي بتروح. تمام. حضرتك الكلام اللي قلته ده كلام علمي احنا بنسميه ريكروتمنت، يعني ضمور في البويضات تدريجي. يعني الطفلة وهي لسه جنين في بطن والدتها بتبقى عندها عدد البويضات حوالي 5-6 مليون. عند الولادة بيوصل لغاية 1-2 مليون. عند البلوغ زي ما حضرتك قلت ممكن يبقى حوالي 500,000 أو 300,000 برضه يوصل للموضوع ده. القصة كلها ان احنا عندنا البويضات كل شهر في فقد متواصل للبويضات، البويضات تبدأ تنمو وتمشي في مرحلة معينة لغاية لما يحصل لها ضمور، وهكذا سايكلز شغالة على طول ما بتوقفش خالص وما فيش أي حاجة توقفها. يعني للأسف بعض الناس فاكرين ان ما ياخدوا حقوق منع الحمل هتوقف السايكل ديك وهتحافظ على البويضات، ده كلام مش مظبوط. الحمل نفسه مش هيوقف الموضوع ده، لا هيفضل برضه في فقد في البويضات، كل اللي موجود حتى الحقن بتاع الحق أي وسيلة أي حاجة انها توقف فقد البويضات ما فيش خالص. الحاجة الوحيدة بس اللي توقف فقد البويضات دوت اللي هي بدأت كلام جديد قوي بيتعمل، ان هو بيتاخد الكورتكس او الجزء من المبيض يتاخد جراحيا ويتجمد بره ونسيبه متجمد زي ما هو، بيفضل البويضات فيه بالعمر اللي احنا خدناه من الست دي. يعني لو خدناه من الست دي وهي عندها 20 سنة هيفضل بعمر 20 سنة، نيجي نزرعه لها وهي عندها 40-50 سنة هيطلع الهرمونات البويضات بنفس سن 20 سنة زي ما خدناه وجمدناه. دي الوسيلة الوحيدة اللي توقف الريكروتمنت اللي هو ضمور البويضات المتواصل، وده على طول ما فيش حاجة بتوقفه، لأن الكل فاكر ان ممكن الحمل حبوب منع الحمل ما فيش، هو دي على طول سايكل شغاله 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 لغايه لما يخلص اللي هي المخزون بتاع السيارة. فكره تجريبيه لكن تطبيقها طبعا مش لسه ما جداش النتائج اللي هو الثابتة. الكورتكس بدا يتطبق برضه بدأ يعني المستقبل العلمي فيها مباشر. يعني بدا. تمام. لماذا اولا المقصود به كيس البويض او متلازمه البويضات الفارغه؟ عايزين نفهم المقصود بهذا المعنى. ثانيا وسؤال برضه مهم قوي، حضرتك لماذا اخترت هذا الموضوع نتكلم فيه؟ تمام. هو احنا عندنا دلوقتي دكتور ايمن الحقن المجهري كتر قوي والحمد لله، يعني وبقت نتائجه حلوه، وبرضه كل ما حاجه بتزيد كل ما يبدا يبان حاجات كانت نسبتها صغيره بقت تكبر ويحصل ماجنيفيكيشن ليها وتظهر اكتر. يعني احنا دلوقتي الحقن المجهري زاد قوي نتيجه بقى التقدم الطبي بتاعه، نتيجه برضه بعض الاحوال بقى، يعني مثلا سيده جوزها مسافر جاي فتره معينه حالات اجتماعيه عاوز تعمل تحديد جنس مولود، فبقى نسبه كبيره جدا جدا حكايه الحقن المجهري بيتعمل. ففي حاجه اسمها كابوس اسمه البويضات الفارغه، كابوس ده كابوس مشكله جدا الدكتور وللمريضة كمان. يعني الدكتور ما يتفاجئ بيه بيبقى محبط جدا جدا، والمريضة طبعا خدت علاج وضغط نفسي وحقن كتير وماديا، وفي الاخر يطلع بويضات فاضية. بويضات الفاضية دي بس عشان نفرقها بينها وبين حاجة تانية دكتور ايمن برضو العينين بيتلخبطوا فيها او ما بيجوا وصفها بيوصفوها غلط. يعني تقولك انا خدت حقن حقن مجهري والدكتور قبل ما يسحب بويضات قال لا البويضات ايه مش صالحه خلاص مش هنسحب حاجه، لا دي ملهاش علاقه خالص بالقصه بتاعتنا دي، ما فيش بويضات اتكونت اساسا. نبع عمليه اللي هي البويضات الفارغه دي يعني ايه؟ السيده خدت حقن الحقن المجهري وتابعت التبويض، البويضات كويسه جدا، عددها كويس، حجمها كويس، في المبيضين موجوده وكويسه قوي. عمل تحليل هرمونات اللي احنا بنعمله الاي 2 والبروجسترون والال اتش كله ماشي مظبوط زي الكتاب ما قال. دخلنا نسحب البويضات. جينا سحبنا البويضات لقيناها فاضيه. كل ما نسحب بويضه فاضيه، سحبنا للسيد البويضات يمين مبيض يمين مبيض شمال وعدد بويضات كويس موجود واتسحبت، دكتور بيسحب بخبره كويسه جدا، يعني بيسحب صح ما فيش مثلا نسبه خطا، المعمل نفسه اللي موجود معمل كويس، الدكتور في المعمل قاعد كويس، يعني ما فيش احتماليه ان في بويضات موجوده وهو ما شافهاش، الجهاز اللي بيسحب بيه السونار اللي بيسحب بيه، يعني السيده دي خدت كل البروتوكول المظبوط بتاعها، طلع بويضات بالسونار شايفينها حلو، عندنا برضو الهرمونات كلها مظبوطه، يعني ما فيش اي احتماليه ان احنا نخش وفي بالنا ان هيطلع بويضات فاضيه. للاسف هي بقى فشل ان احنا نسحب بويضات في السيده ديك، ده
بنسميه متلازمة البويضات الفارغة، اللي هي السيدة تقول أنا دخلت سحبت البويضات والدكتور قال ده البويضات فاضية كلها. دي طبعا كابوس كبير، لأن حاجة هي داخلة خلاص الحمد لله عندها بويضات حلوة جدا، الدكتور داخل برضه مطمن شايف البويضات شايف التحاليل، خلاص أنا هسحب بويضات وهتطلع كويسة جدا. اتسحب البويضات اتفاجئ إن مفيش ولا بويضة موجودة، برغم عدد 20 بويضة مثلا سحبهم أو حاجة، فيهم شيء ولا بويضة اتسحبت. طب يعني إيه اللي حصل؟ حضرتك what happened؟ تمام حضرتك، هو الاول في حاجه بالنسبه للاسم اللي هو ايه متلازمه البويضات الفارغه، هي طبيا هو مس نيم، يعني مش اسم مظبوط او مش دقيق قوي يا دكتور ايمن، لان المفروض احنا دلوقتي ادينا علاج وبدا يحصل بويضات وحويصلات طلعت والمبيض بقى فيه بويضات، فور شور في بويضات موجوده في المبيض، بس هي الفكره احنا فشلنا ان احنا نسحب البويضات ديت، فهو الاسم العلمي بس هو خلاص جرى العرف ان هو بتسمى بهذا الاسم العلمي، انما ده مس نيم مش اسم دقيق بالنسبه للوصف بتاعنا، لان اوريدي في بويضات هي مش فاضيه، بس احنا فشلنا ان احنا نسحب البويضه منها. يعني نقول عليها متلازمه الكيس الفارغ؟ لا، هي اسمها طبيا امتي فوليكل، فخلاص امتي فوليكل. انما هو مش حتى في المؤتمرات العلميه وكلام بيتقال عليها برضو كيس امتي فوليكل. مس نيم هو برضو مش معروف. كيس هو اللي احنا سحبنا منه غلط؟ لا، هي الحويصله فيها بويضه بس احنا فشلنا ان احنا نسحب بويضه بكل الطرق اللي بنعملها. يعني عملنا فلاش، يعني ايه؟ بنحقن سائل جوه البويضه، يعني عندنا حويصله سائل ونشفطه ونحقن سائل ونشفطه تاني كذا مره عشان تطلع البويضه، ما بتطلعش. فكده خلاص يبقى دي بنسميها متلازمه الايه البويضات الفارغه، ودي طبعا كابوس. الست داخله والدكتور داخل يتفاجئ مفيش، هيطلع يقول لها مفيش هنعمل ايه؟ فدي طبعا مشكله ليها انواع. يعني احنا عندنا في نوع اللي هو الترو او الجينيون امتي فوليكلز، وفي عندنا فولس اللي هو الايه الكاذب، وفي عندنا حاجه اسمها بوردر لاين امتي فوليكلز. عندنا في ثلاث انواع دول مختلفين تماما عن بعض، الترو اللي هو الحقيقي وعندنا الفولس. الفرق بينهم ايه؟ احنا المفروض السيده دي لما بنيجي نعمل حقن مجهري بعد ما خدنا المنشطات وطلعنا بويضات كويسه جدا، بنبدا ندي اللي هي التريجرنج، اللي هي الحقنه اللي هي بتخلي البويضه تنضج وتكمل الانقسام الميوزي بتاعها عشان تنزل وتبقى ايه بويضه صالحه للاخصاب. بتاخد الحقنه ديك، بنيجي بقى احنا بنحلل الحقنه دي في الدم، هل الحقنه دي وصلت للبويضه عشان كده بدات تنقسم ولا ما وصلتش؟ بنشوف لو لقينا ال HCG اللي هي الحقنة اللي احنا بنقول عليها اللي خدناها دي في الدم حللناها مش موجودة، يبقى احنا عندنا دوك فولس، لان هي اولريدي ما وصلتش للبويضة. مش موجودة ليها اسباب وهنقولها كلها دلوقتي، انما احنا بنفرق بين فولس وترو بال HCG التحليل بتاعه، بنحلل هرمون ال HCG اللي احنا اللي هو هيومن كورينو جونادوتروبين اللي احنا اديناه، لو موجود اللي هو بتاع الحقنة التفجيرية موجود وبنسبة عالية جدا وكويس اللي هي النسبة الطبيعية بتاعته، وما حصلش ان البويضة خرجت وسحبنا وما فيش، لا ده يبقى ترو، يبقى فعلا احنا خدناه وصل للبويضة وللاسف البويضة ما حصلش انقسام وما عرفناش نجيبها. فده يبقى ترو، ده حقيقي فعلا، وغالبا ده مستو بيبقى جينيتكس غالبا. انما الفولس ان احنا بنلاقي ال HCG دوت بنحلله الطبيعي، هم قالوا ان في ليفل اللي هو اكتر من 100 ملي انترناشونال يونت بير ملي ليتر، ده النسبه الطبيعيه لما نيجي نحلله في السيرم، ده المفروض ان هو يبقى اعلى من كده، ده خلاص يبقى مظبوط. ولو جينا نسحب البويضات وهو طالع ان هو اقل من 100، وفي بعض الميديكال سورسز برضو قال ان يكون اقل من 40 ملي انترناشونال يونت بير ملي ليتر، لما هنلاقيه قليل وجينا نسحب والنسبه بتاعته قليله، يبقى ده بنسميه فولس، يعني ده غير حقيقي. يعني احنا متلازمه ديك يبقى في ديفكت حصل، ان الهرمون اللي احنا اديناه دوت عشان يعمل نضوج للبويض عشان نقدر نسحبها اللي هي بنسميها الحقنه التفجيريه، للاسف ما وصلش للبويضه. يبقى احنا البويضه ما وصلش ليه؟ اسبابه كتير هنقولها دلوقتي كلها بقى. ما وصلش، ما هي دي بقى احنا اديت حقنه للست. احنا بنفرق بقى بين الترو والفولس. في اول حاجه ان احنا بنشوف الاتش سي جي. تمام، الاتش سي جي دوت موجود، يبقى موجود المفروض وصل البويضه وما سحبناش، يبقى ده ترو، ده حقيقي. فولس ان هو مش موجود او نسبته قليله جدا، خلاص يبقى ده المفروض ان هو يتاخد مظبوط. يبقى احنا الست ديك احنا ظلمناها وقلنا عليها انها متلازمه فارغه، وهي كان في خطا حصل ان هو ما وصلش. احنا بدانا نفهم كويس جدا انه في مشاكل. طبعا المشاكل لما تكون الموضوع حقيقي حقيقي، يعني في عيوب فعلا هي اللي مدخله في الموضوع، يبقى سؤال الحلول المقترحة والعلاجات هيكون سؤال واقعي جدا. أكيد. هي بقى مهم هنا بقى دكتور أيمن الخبرة بتاعت الدكتور في المعمل،
اللي هو دكتور المعمل اللي معاك، الخبره بتاع الدكتور اللي بيسحب. احنا دلوقتي حاله جاهزه وخدنا البروتوكول بتاعنا وطلعنا بويضات وشفناها بالسونار حلوه، الهرمونات كلها مظبوطه، دخلنا نسحب بويضات. سحبنا بويضه 2-3 وبعد كده دكتور المعمل المفروض جنبي، ايه الاخبار؟ مفيش بويضات، مفيش بويضات. طيب ابدا بقى ايه اقلق، مفيش بويضات خالص؟ لا مفيش. طيب بعد اذنك هتعمل لي دلوقتي حالا تحليل اتش سي جي في الفوليكولار فلويد، في السائل اللي موجود في البويضات. هتعمل لي تحليل اتش سي جي في اليورين حالا، هتعمل لي السيرم اتش سي جي حالا. انت دلوقتي لما يكون بشوف مستوى الحقنه التبريديه في كل حاجه تمام. يبقى انت دلوقتي لو المعمل بتاعك قوي وجاهز وفي اي وقت تطلب اي حاجه بتتعمل ايميديت، فدي حاجه كويسه جدا هتنقذ حاجات كتيره جدا. انما لو انت ما عندكش الفاسيلتيز انك تعمل ديك هتبقى انت تايه برضه ومش عارف بتعمل ايه. فانت دلوقتي الدكتور المعمل بيحل الحاجات ديك، طلع ان الاتش سي جي دوك قال لك ده موجود وكويس، يبقى احنا هنبدا نشك بقى ان ده ايه ترو، لان هو وصل فعلا الاتش سي جي ومفيش حاجه، ان في مشكله حقيقيه مشكلة موجوده. هنبدا بقى نعمل ايه يا دكتور ايمن؟ هنعمل وش اللي هي الفلاش، هنعملها 4 أو 5 مرات لكل بويضه. هنحقن البويضه نسحبها ونحقن تاني ونسحب في نفس البويضه 4-5 مرات نفس الكيس البويضة. نفس الكيس نفس الحويصله لغايه لما نشوف هل هتقدر نحصل على البويضه دي ولا لا. يعني الموضوع بنفضل وراها 1-2 لغايه لما خدنا كمان 3-4 بويضات. يا دكتور المعمل طلع بويضات؟ قال لك طلع، يبقى الحمد لله كده خلاص الموضوع ان احنا نعمل فلاش في كل الفوليكلز وهنكمل وهنطلع بويضات كويسه جدا. طيب ما طلعش بويضات، هنعمل ايه يا دكتور ايمن؟ هنستوب وهنحافظ ان المبيض التاني ما جيناش ناحيته لسه سليم. هنعيد ناخد الاتش سي جي تاني بس هناخدها بجرعه اكبر، ممكن ناخد الريكومبيننت اللي هو الايه المخلق اللي هو عن طريق الهندسه الوراثيه على اساس الايفكت بتاعه يبقى اعلى، ونعيد السحب تاني بعد من 24 ل 36 ساعه. احنا دلوقتي لو احنا واخدين بالنا يبقى احنا ممكن نسيف الاذر اوفري، بدل ما ان احنا العيانه دي هنكنسلها او هنسحب المبيض التاني كله والدكتور يقول لك كله فاضي فاضي، يبقى احنا ضيعنا العيانه فرصه انها تعمل. وفي حالات اوريدي فعلا اتعمل معاها كده وطلعت بويضات بعد كده وعملت اجنه وحملت ولدت، يبقى احنا انقذنا الحالات دي وشفناها. ده بالنسبه لما نيجي نعمل الايه ولقينا ان هو ترو. طيب انا هقول بس للناس حاجه، واللي انا هعمله ده لو صح حضرتك قول لي صح، لو غلط قول لي غلط. هو البويضه بتبقى موجوده جوه كيس صح كده؟ تمام، زي الورقه دي جوه الكيس كده. تمام، انا لما بدخل بسحب من الكيس املي كله ان انا اسحب بويضه. البويضه تمام، هو اوريدي المفترض ان حضرتك لما تسحب السائل بويضه لازم تطلع معاه، لازم تطلع معايا. لازم اطلع بويضه، لكن اعرفوا ان كل بويضه داخل كيس، كل بويضه داخل كيس زي ما انا عامل كده. يا جدع هات الصوره يا جدع، يا جدع معايا يعني شيء مصور اهو. تمام، ايدي زي الكيس وجواها البويضه جوه اهي، صح كده؟ تمام، كلام مظبوط 100%. هو المفترض في الطبيعي ان احنا كل ما بنسحب كل حويصله البويضه اللي فيها بتطلع مع السائل اللي موجود جواها. لكن عدم طلوعها هي دي المشكله اللي احنا بنتفاجئ بيها، اللي هي الكابوس المرعب اللي بيحصل. هبصوا اهي اهي اثبت هنا، هي البويضات اهي والكياس اهي، صح كده؟ تمام كده مظبوط. المفروض البويضه دي بتتسحب بالظبط، بويضه الصفرا مع السائل. ايوه مع السائل اللي هو موجود جواها دوا. هنا بقى المقلب اسحب ما فيش يا خرب اشوف، وبتبقى كابوس مرعب للدكتور وللبيشنت الاثنين. ده في حاله الترو الفولس. احنا جينا سحبنا 3-4 بويضات، عملنا ووش وحلل الدكتور بتاع المعمل وقال لك لا ما فيش اتش سي جي، ستوب خالص، العيانه هتطلع، هندي جرعه اللي هي الاتش سي جي بس هنديها بجرعه عاليه 20,000 وحده. وبعد من 24 ل 36 ساعه هنعيد السحب، بس قبل ما نسحب تاني بنعيد تحليل السيرم اتش سي جي قبل ما ندخلها تاني، اطمن ان هو النسبه بتاعته بقى الطبيعيه انها رجعت، لو نسبه الحقنه التفجيريه في التم طبيعيه بالظبط. ايوه هي المفروض تبقى اكتر من 100 ملي انترناشونال يونت بير ملي ليتر، لقيناها كده طبيعيه هنعيد السحب تاني هتطلع كويسه جدا. وياما واجهنا حالات بالوضع دوت وفعلا طلعت كويس. ده يفرق بقى ان هو الدكتور بيسحب بويضات فاهم بيسحب ايه وبيعمل ايه، ومعاه دكتور معمل برضه واضح معاه والكونكشن بينهم واضح والفاسيلتيز موجوده في المعمل. ده اللي يؤدي ان احنا بنجنب هذه السيده مشكله ان احنا هنعيد بقى السايكل تاني من الاول، المصاريف والتكلفه والتعب النفسي والضغط النفسي والكلام ده كله. يعني وارد انها تتلحق ماشي، انما مش في جميع الحالات برضه يا دكتور ايمن، بيستيل برضه في حاجات جينيتكس ما بتستجبش. طبعا احنا بقى في حاجات، احنا شرحنا كل حاجه، وانا اشكرك شكرا جزيلا على الموضوع ده لانه يعتبر من المواضيع اللي كانت غامضه ولاول مره نشرحه النهارده بالتفصيل. لكن
في بعد كل اللي احنا قلناه من انه الحقنه التفجيريه قد تكون لعيوب معينه في التصنيع، لمستويات معينه في التركيز المختل، لعيوب معينه اثناء اعطاء الحقن نفسه، لعيوب موجوده في الميتابوليزم بتاع جسم الست نفسها انه حرق عندها عالي جدا، وبالتالي حتى المستوى من التركيز من الـ HCG لم تكن جيده بالنسبه لمستوى حرقها، او انه المستقبلات اللي بتستجيب للحقنه التفجيريه نفسها مش شغاله، او في عيوب جينيه بقى هي اللي منعه التكوين بتاع البويضه من اساسه. لكن موضوع مثير للغايه، خلينا نروح بقى لاسئله سريعه جميله قد تجاوب على جزء اخر من الحوار الممتع ده. نبدا بالسؤال السريع الاول. السؤال ده جميل قوي، الاكل السريع الفاست فود هل هو من متلازمه اسباب الاصابه بالفاست؟ هو دكتور ايمن اكيد من الاسباب، لان احنا عندنا السمنه او الاوبيزيتي من الاسباب اللي هي فعلا تعمل متلازمه الاكياس الفارغه الحقيقي كمان، فهي طبعا اكيد الاكل السريع ده من الحاجات اللي هي مشكله كبيره جدا، والافضل ان احنا نتجنبه ونحافظ على الوزن المثالي بتاعنا في كل حاجه. طبعا دي حاجه مهمه قوي. اها السؤال الثاني، السؤال الثاني برضو شيك، متلازمة البويضات الفارغة هي سبب الرئيسي في العقم؟ سبب رئيسي دي كلمة تمام. صعبة. حضرتك بص يا دكتور أيمن، أول حاجة هي في حاجتين هنا، أول حاجة العقم، عقم معناها أنا مش هتخلف، لا طبعا لها حل ولها علاج. هل هي سبب رئيسي؟ لا طبعا إطلاقا مش سبب رئيسي ولا حاجة، ولها حل ولها علاج إن شاء الله. لا يمكن إجراء الحقن للمجهري. السؤال الثالث، في وجود متلازمة البويضات الفارغة، هو احنا لازم نسحب بويضات ولازم الحقن المجهري يتعمل؟ احنا دلوقتي دكتور ايمن واحده عندها متلازمه البويضات الفارغه، يعني عملت قبل كده وجاينا بالهيستوري بتاعها، احنا بنعمل ايه بقى دكتور ايمن؟ بنغير البروتوكول اللي احنا بناخده. اهم حاجه في عندنا الانتاجونست بروتوكول ده، نوع الدكاتره هيبقوا عارفينه. احنا بنيجي لما نيجي نعمل البويضه، بدل ما بنحل اتش سي جي، لا بنحل حاجه اسمها اجونست، وبعدها ب 40 ساعه بنسحب بويضات، وبعد الاجونس بست ساعات بنحن الاتش سي جي. هو الدكاتره اللي هيبقوا فاهمين الكلام ده. فبالتالي ده بيؤدي لزياده نجاح جدا. بنغير البروتوكول، البروتوكول يتغير بتاع التوشيط، ليها بروتوكول خاص بيها وبيجيب نتيجه حلوه معاها جدا. دي حاجه. الحاجه الثانيه، الاتش سي جي اللي احنا بناخده من كذا مصدر، ما يبقاش مصدر واحد عشان لو الباتش دي بايظه. قلنا دي تالت حاجه. اكتر من شركه يعني. تمام. الاتش سي جي ما ناخده بجرعه عاليه، ناخد 20,000 وحده بدل ما بناخد 10,000. بعد كده ناخد الريكومبيننت اتش سي جي، ممكن ناخد الكومبينيشن مع اليورينري، يعني ناخد اللي هو المعمول بالهندسه الوراثيه المعدل بالاضافه للايه للمصدر اللي هو البولي. فبالتالي يبقى احنا كده ظبطنا. اخر حاجه واهم حاجه بقى دكتور ايمن، قبل ما نسحب البويضات هنقيش الاتش سي جي في الدم. يعني احنا السيده دي هنسحب لها خلاص ساعتين ثلاثه، لازم نقيسه الاول، خصوصا ان هي كان عندها سابق هيستوري في المشكله دي. لقينا ان احنا الاتش سي جي اكتر من 100 ملي انترناشونال بير ملي ليتر، اسحب زي الفل. اسحب قليل؟ لا، ده احنا هندي جرعه تاني. هنزود الجرعه تاني ومعاها لغايه لما نوصل لنتيجه، فهي مش سوى عقم ان شاء الله. ان شاء الله. وهي العمليه اجراء سهل، لما اسحب الدم ولا الاتش سي جي اللي هي الحقن المفجره مش واصله للمستوى، هوقف سحب، اوقف يا عم، واكرر العاده بتاعت ان انا ادي حقنة تانية، والعينة لا تعبت ولا حاجة ولا اتكلفت أي حاجة، سحب الدم وتحليل في المعمل. بالظبط. لغاية أو وصلت المستوى جيد أبدأ أسحب، وإن شاء الله ربنا هيكرم في المعمل. تمام. هيفضل لنا بقى جزء اللي هو الجينيتكس اللي ما بيستجبش خالص يا دكتور أيمن، هنعمل فيه إيه؟ ممكن نفكر بقى في الحاجات الجديدة اللي هي أندر ريسيرش، اللي هي البي آر بي اوفيريان انجكشن. تحت لسه الشغل المستقبلي. احنا نامل انه في تطور، في حاجات مبشره، بس هي ما زالت تحت التجارب العلميه. أكيد. يعني احنا بحث علمي، احنا بنتكلم في جزء البحث العلمي، ان شاء الله هنتكلم عنه في حلقه جايه باذن الله، لان البحث العلمي برضو شيء مهم جدا، واحنا جزء من برنامجنا مخصص للبحث العلمي وجزء كبير منه معاك. نورت وشرفت وأبدعت إلى درجة يعني أذهلتني الحقيقة. حضرتك بسطت المعلومات للمشاهدين. يا باشا أنا بسطت إيه يا باشا؟ أنا بقى لا بفهمه وبشرحه. لا أنت شرحت لي حاجة النهاردة مهمة قوي، وخلينا نقول إن واحدة من حاجات الغيبة عننا في الإعلام المنطقة دي، منطقة البويضات الفارغة أو متلازمة البويضات الفارغة أو الـ Empty Follicle Syndrome. حتى الطلبة لما بيسألوا فيها في الامتحان بينزل عليهم سامبل. دي ام دي بقى يا دكتور. دكتوره. هي طبعا ده سؤال لاول الدفعه او للام دي. نورت وشرفت كالعاده، اللقاء معك ممتع للغايه، لقاء اكاديمي من طراز رفيع. دايما يعني الدكتور محمد بيه بيشرح لنا دايما باسلوب الاكاديمي، ده شيء بيمتعني جدا، واحده واحده زي ما الكتاب بيقول.
ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور محمد فرج الشربيني، استاذ امراض النساء والتوليد وتاخر الانجاب بكليه الطب، استشاري الحقل المجاري وعلاج تاخر الانجاب وجراحات المناظير والتجميل النسائي، العضو المشارك بكليه الملكيه للاطباء النساء والتوليد بانجلترا، كان ضيفي في واحده من حلقاتنا. في الدكتور نورت الدكتور، شكرا دكتور ايمن، خليكم مع الدكتور. اهلا بكم، النهارده يوم مهم جدا في عالم الحقن المجهري، وتاخر الانجاب قصصه مثيره ومفرحه في كتير من الاحوال، فيها دراما مهمه جدا، وفيها شيء مهم ان احنا نحمد ربنا على نعمه اعطاها للبشريه في صوره علم اسمه الاخصاب المساعد والحقن المجهري. انا شايفه من اهم النعم العلميه اللي ربنا من علينا بيها. هحكي لكم قصص مفرحه جدا وقصص تدعو للتفاؤل، وبرضه بينه وبينكم يعني عليها الكثير جدا من الاسئله العلميه. يعني لما احكي لكم ان بعض الممثلات في هوليود، ودول بقى يختلفوا في عقليه ايه، ان هما بيتكلموا عن سنهم بتلقائيه شديده جدا، ما بيخجلوش من سنهم، ما فيش مشكله انها تقول سنها الحقيقي وتحكي تجربتها الانجابيه بمنتهى السلاسه. بترى ان ده نوع، هو ده الثقافه بتاعتهم، هم بيحبوا ينقلوا تجارب النجاح والمعاناه ايضا والالم والى اخره مع جمهورهم، ما بيخبوش حاجه عليهم يعني، بس في حدود العقلاني، في الحدود العقلانيه. في بعض الناس بتشط. خلينا احكي لكم قصه سوزان ساراندون، واحده من اشهر ممثلات السينما الامريكيه، اسم قديم مشهور جدا جدا يعني. سوزان ساراندون دي خلفت، هي دلوقتي عندها 71 سنة، لكن وهي عندها 39 سنة كان عندها الحمل الأول بالإخصاب المساعد، وبعدين وهي عندها 42 سنة حملت مرة تانية، وهي عندها 44 سنة حملت مرة تالتة. الله، ده يعني الـ 44 والـ 43 والله، السن ده يعني كان في اعتقادنا وبرضه في مصر الحمل ماشي، هنسأل ونشوف. جينيفر لوبيز دي بقى قصة أكثر إثارة، لأن جينيفر لوبيز حملت في سن متأخر كمان، وغير كده الأهم إنها مرت بتجربة حقن مجهري الأولى فشلت والتانية نجحت. كيلي بريستون برضو اللي هي مرات جون ترافولتا نفس القصة، وطبعاً أنتوا عارفين إن هما كان عندهم حاجة مأساوية في أسرتهم، إنهم فقدوا ابنهم كان اسمه جيت، فقدوه في حادث مأساوي أثر على نفسيتهم جدا، لكن تمسكوا وقدروا يعملوا إخصاب مساعد وحقن مجاري وينجبوا. القصة الأكثر درامية وأكثر غرابة سيلين ديون. سيلين ديون خلفت في عمر 42 سنة، 42 سنة، ومرت لفترة طويلة جدا بفترة تأخر إنجاب ومحاولات عديدة عند عدد كبير من المتخصصين في الإخصاب المساعد، لغاية لما ربنا كرمها وبقت أم. القصص دي في مصر في زيها كتير، عند ناس بسطاء مش مشاهير، والبسطاء بيحكوا قصصهم للقريبين منهم. القصة دي عنوانها الأساسي إن الأمل في الرزق، لأنه خلفة رزق ما بيروحش، وسبحان الله لما بيجي هذا الرزق بعد اشتياق له بيبقى فرحته كبيرة جدا. لكن علم الحقن المجهري ده علم وراء الكثير من الخبايا والكثير من الاجتهادات والكثير من النقاط المثيرة والمهمة اللي لازم تفهمها كويس. النهاردة هنفهم هذا العلم بدقة شديدة مع واحدة من نجوم هذا العلم، ضيفتي العزيزة الاسم القدير والاسم المتميز للغاية الأستاذة الدكتورة نرمين محمود السمنودي، استشاري أمراض النساء والتوليد وتأخر الإنجاب والحقل المجاري، دبلومة الحقل المجاري وأطفال الأنابيب من جامعة برمنغهام، عضو الجمعية المصرية للخصوبة والجمعية الأوروبية لعلم التكاثر البشري وعلم الأجنة، ضيفاتي العزيزة. أهلا بك دكتورة نيل. أهلا بك دكتور أي. طيب، الحقن المجهري علم مثير، لكن دايما هذا العلم المثير بيبدأ بسؤال، إمتى الزوجين يلجأوا للحقن المجهري؟ إيه أسباب إن اتنين يروحوا يعملوا حقن مجهري؟ في الناس دول كان في تأخر إنجاب، النجوم دول كلهم أكيد. وغيرهم يعني. في اسباب مثلا متعلقه بالزوج واسباب متعلقه بالزوجه. عندنا الاسباب المتعلقه بالزوج، اول حاجه ان يكون في قله في عدد الحيوانات المنويه، او قله في الحركه بتاعه الحيوانات المنويه، الحركه قليله شويه، او وجود تشوهات عديده بالحيوانات المنويه، او بعض الازواج اللي بيكون ما فيش حيوانات منويه في السائل المنوي وموجوده بس في الخصيه.
دي الاسباب اللي بتلجا الزوج اللي عمل حقن مجهري. في اسباب ثانيه مختصه بالزوجه زي انسداد قناه فالوب، وهي طبعا الواصل اللي بيتم فيه التخصيب، فبالتالي انسداد قناه فالوب بيؤدي ان احنا نلجا للحقن المجهري. تاني حاجة برضو بتخص الزوجة عندنا، أو السقاط الشديدة في الحوض، في السقاط الشديدة في الحوض ممكن نلجأ للحقن المجهري، ودي بتحصل بعد عمليات كتيرة في الحوض أو بطانة مهاجرة أو أي سبب أدى للسقاط في الحوض. زي برضو لو في تكيسات على المبايض، ودي أو تكيسات شديدة على المبيض اللي بالتنشيط العادي بيحصل فرط تنشيط، فبعض الحالات بيحصل فرط تنشيط وتطلع مثلا بال 30 بويضه مع التنشيط العادي، فطبعا انت ما بتقدرش تكمل، دي بتلجأ للحقن المجهري عشان لو طلعت بويضات كتير قدرنا نستفاد منها بالتخصيب. دي اشهر الاسباب. في اسباب تانية زي لما يكون يعتبر عقم غير معلوم السبب، هم بقالهم فتره طويله جدا كل فحوصاته تمام وكل فحوصات الزوجه تمام ومع ذلك ما بيحصلش حمل، فبرضه بيلجأوا للحقن المجهري عشان المده وعشان طول المده. الناس ما بتقدرش انها تصبر مثلا 3 سنين 5 سنين، لا بيبقى طوله، فبيبداوا يدوروا على الحقن المجهري. في حاجات جديده بدات تظهر برضه في الحقن المجهري زي تحديد جنس المولود، ده شيء مهم وبدا يلجا ليه ناس كتير في الفتره الاخيره، مثلا عندهم بنات او عدد بنات وعايزين ولد فبيلجأوا للحقن المجهري، او في مرض وراثي طبعا مرض وراثي بينتقل فاحنا من الابناء، او مرض وراثي في العائله او مرض وراثي لطفل اول عندهم، بنلجأ للحقن المجهري وتحديد الكروموسومات بتاعه الجنين، ان احنا نبدا نحدد بناخد خليه من الجنين وتتفحص جينيا ونقدر نحدد العيب الكروموزوم مثلا كذا، ونقدر نحدد الاجنه السليمه هي اللي بنرجعها لها، فبالتالي بنتلاشى ان ما يحصلش مشكله في الجنين. برضو بنقدر نحدد من الفحص الجيني ولد ولا بنت، فبالتالي نقدر نحدد ان احنا مثلا هنرجع لها ولد او بنت لو هي عايزه، فدي بتعتبر من اهم الاسباب اللي بنلجا فيها بالحقن المجهري. دي كلها الاسباب المشهوره للحقن المجهري. الحقن المجهري دايما اسمع منكم انه هو اجراء، بس التجهيزات اللي قبليه والتحضيرات تساويه في الاهميه، تساوي الاجراء نفسه طبعا الأهمية. دي حقيقه، اللي هو ترتيب العمل قبل العمل. فاحكي لنا بقى قصه التحضيرات اللي بتتم والفحوصات اللي بتتم قبل الحقن المجهري. هو فعلا التجهيزات اللي بتتم قبل الحقن المجهري بتعتبر اهم من العمليه، لان هي في الاول في الاخر هي اللي بتوصلنا في الاخر العمليه ناجحه. كل ما بتبقى المحضر الست مظبوط، مجهز كل حاجه مظبوط، الزوج مظبوط، كل حاجه بنضمن بنسبه كبيره ان شاء الله طبعا بعد ربنا نجاح العمليه. من التجهيزات الاول حاجه مثلا بالنسبه للزوج هو تحليل السائل المنوي، وبنشوف العيوب اللي فيه بنقدر ان احنا نحددها. تاني حاجه لو لقينا فيه تشوهات، ده مهم جدا. لو لقينا فيه تشوهات عاليه مثلا في السائل المنوي بنمكن نعمل تحليل حاجه اسمها دي ان اي فراجمنتيشن، نشوف العيوب الموجوده. لو هو عالي المفروض ان احنا نبدا ندي للزوج بعض الحاجات المضادات الاكسده، بعض الحاجات اللي تكسير الماده الوراثيه في راس الحقن المنوي. ايوه نحاول ان احنا نظبطها بالعلاج قبل ما نبدا السايكل، ندي علاج مثلا 3 شهور قبل ما نبدا السايكل، بحيث ان احنا بعد كده نضمن وجود حيوان منوي سليم يقدر ان هو يخصب بصوره كويسه. كويس. ده بالنسبه للزوج. في فحوصات تانية مهمه جدا بالنسبه للزوجه. بالنسبه للفحوصات بتاعه الزوجه احنا في الاول بنعمل شويه تحاليل مهمه جدا زي تحليل مخزون المبيض. تحليل المخزون المبيض من الحاجات المهمه لان هو بيبقى بيحدد لك بعد كده نسبه هتطلع كام بويضه، وضعها ايه، يعني مخزون المبيض النورمال بتاعه من 1 ل 3 نانو جرام برميل. لو مخزون المبيض عندي اقل من 8 من 10، ده بيبقى الى حد ما هطلع عدد بويضات قليل، ببقى معرفه السيده ان احنا هنطلع عدد بويضات قليل، بس في نفس الوقت حتى لو قليل ممكن برضو يحصل فيهم حمل. مخزون المبيض عالي زي حالات فرط التنشيط، حالات البي سي او بيحصل لها فرط تنشيط من كتر عدد البويضات اللي بتبقى موجوده، تكيسات المبايض. بي سي او دي تكيسات المبايض. طبعا. فدي بتبقى برضو مهمه ان انا اقدر احدد بيها بدايه حتى التنشيط بتاعي والجرعات اللي هبدا اديها. في تحاليل ثانيه مهمه زي تحليل الاف اس اتش، تحليل ال اتش اللي هي تحليل الغده النخاميه. تحليل الغده الدرقيه تي اس اتش، تحليل هرمون اللبن او البرولاكتين. كل دي بتاثر لو هي مش مظبوطه على النتائج بتاعتي، المفروض كل ده الاول ان انا اظبطه قبل بدايه السايكل بتاعه الحقن المجهري. في حاجات تانية مهمه زي السونار، ان انا لازم اعمل سونار على المبيض، بقدر احدد بيه، يعني في الاول بنعمل سونار حاجه اسمها الانترال فوليكل كاونت اللي هو بنحدد بيه عدد البويضات اللي موجوده في المبيض قبل التنشيط.
ده بيبقى أنا بشوف عدد البيضات في اليوم الأول من البريود، بنشوف عدد البيضات لو هي مثلا أقل من 5 بيضات في المبيض اللي هم البيضة في المرحلة قبل النمو، المرحلة الصغيرة بيبقى مثلا لو في بيضات اللي هم من حجم من 2 لـ5 ملي، لو أنا لقيت عدد البيضات دي أقل من 5 ده بيديني ان هي غالبا مش هتطلع بيضات كتير، فانا المفروض ازود جرعه التنشيط بتاعتي اكتر عشان اقدر اطلع عدد بيضات كويس للحقن. لو عندي عدد البيضات اكتر من 5 أو 10 ده الى حد ما هيديني استجابه عاليه للتنشيط، فبالتالي بقدر احدد بيها برضو جرعه المنشط بتاعتي. تاني حاجه ان انا بشوف في المبيض بالسونار، بشوف حجم المبيض بتاعي، بشوف دم اللي واصل للمبيض، لان ده مهم جدا. لو انا عندي مثلا عدم كفاءه في الدم اللي واصل للمبيض فانا المفروض بديها حاجات تساعد ده الاول قبل ما ابدا السكر عشان اطلع بويضات افضل في الجوده. سن الست مهم، لو السن عالي ببدا ادي حاجات مضادات للاكسده وحاجات تحسن جوده البويضات من قبل ما ابدا الحقن المجهري عشان اضمن بويضات افضل، فبالتالي نتيجه افضل. تاني حاجه ان احنا بنبص كمان على السونار على الرحم، بنشوف لو في اي عيوب خلقيه في الرحم، دي برضو لازم ان انا اعالجها قبل ما ابدا. في سونار السونار بيشوف الحوض، لو في مثلا ارتجاح في الانابيب بتبان، لا اقدر ان انا لازم اعالجها قبل ما ابدا. ارتجاحات في الحوض عامله مشكله او اللي هي مؤثره على المبيض او مؤثره على نمو البيضات، لازم ان انا برضو ابدا اعالجها قبل ما ابدا. ده من الحاجات المهمه. السونار ده بنعمل ممكن سونار ثلاثي الابعاد او رباعي الابعاد، ده بيدي صوره افضل للحاله بحيث ان انا اقدر احدد اي مشكله وابدا اعالجها. الاشعه بالصبغه دي مهمه جدا، لانها بتبين لو في اي ارتشاح في الانبوبه، والارتشاح ده ممكن يضر لي الاجنه اللي انا هحطها. من اساسيات الفحوصات، من اساسيات الفحوصات طبعا. بيبين لي لو في اي مشكله في الانبوبه ممكن تضرني بعد كده، في مشكله في صديد في الانبوبه، في اي مشكله في الانبوبه ممكن تعمل لي مشكله على الجنين اللي انا هحطه ده، فبالتالي تؤدي لفشل النتائج. والمنظار الرحمي من الحاجات المهمه جدا قبل الحقن المجهري، ان انا يفضل ان احنا نعمل منظار رحمي للحاله بحيث ان احنا نطمن على التجويف الداخلي او البطانه اللي انا هزرع فيها الجنين ده وضعها ايه. بنشوف في المنظار الرحمي لو في مثلا اي زوائد لحميه المفروض ان انا اشيلها، لو في اي اورام ليفيه داخل الرحم لازم انها تتشال، لو في التصاقات قبل كده من عمليات سابقه زي مثلا ست خلفت مره وبعد كده ما حملتش تاني، فممكن يكون في التصاقات في الرحم حصل اللي هو القشر ماء او في بعض التصاقات في الجدار بتاع البطن بعد التهاب او بعد عمليه كحت او بعد ولاده او بعد اي حاجه، اي التهاب حصل في عنق في الرحم. فلازم برضو ان انا اعمل منظار رحمي وان انا اقدر اسلك السقاط دي كلها وارجع الكافيتي او الرحم للشكل الطبيعي والبطانه للامور الطبيعيه بتاعتها اللي تستقبل الجنين بصوره كويسه. لو في حاجز رحمي المفروض ان انا برضو اشيله بحيث يبقى التجويف بتاعي تجويف مظبوط حجما اللي هو يقدر ان هو يستوعب وجود الجنين. عظيم، كل دي تجهيزات ما قبل الحقن المجهري. طيب في سؤال، في حاجه نسيناها ولا دي معظم اصلا يعني دي اكتر طبعا دي لان احنا لو قعدنا نتكلم في تجهيزات كتيره بس دي تعتبر الحاجات الاساسيات اللي ما ينفعش ان انا ابدا سايكل حقن مجهري من غير ان انا اظبطها او من غير ان انا ابدا اعدلها بحيث ان انا اوصل لاقصى نتيجه كويسه او اوصل لاستجابه حلوه في النتائج. عظيم. سؤالي بقى يعني جال في خاطري انه في اجراءات العمليات بالذات زي الحقن المجهري، هل هناك علامات او اشياء تبشر بان احنا ماشيين على الطريق الناجح او ماشيين في اتجاه النجاح؟ وطبعا طالما انا قلت علامات مبشره لازم اسال السؤال العكسي، علامات مقلقه او تخليني اقول ان احتمال أكيد. الدنيا رايحه في اتجاه الفشل اكيد، بس يعني انا عايز ده وده. تمام. هو العلامات اللي بتدينا يعني نتائج اعلى وبنبقى فرحانين بيها اكتر انها هتجيب اكيد نتيجه افضل مبشره بالنجاح، زي مثلا سن الزوجه، لو السن بتاع الزوجه قليل ده معناه ان بويضات جيده، بويضات كواليتي بتاعها افضل، فبالتالي التخصيب هيبقى افضل وبالتالي الحمل يبقى فرصه اعلى. برضو لو الوزن بتاع الست لو كان مناسب، يعني دايما الناس اللي عندها سمنه مفرطه ده بيأثر بالسلب، فاحنا عشان كده بنحاول ان احنا نخلي الوزن مناسب، دي عوامل مبشره بالنجاح. برضو من الحاجات المبشره ان يعني الست ما يكونش فيه تدخين، او تكون لان التدخين من العوامل اللي بتأثر على النتائج، فبالتالي العلامات المبشره انها ما يكونش بتدخن، ما يكونش بتشرب كافيين بصوره كبيره.
لان الكافيين له ليميت في انها تشرب مثلا القهوه والشاي والحاجات دي او ليها او القهوه بالذات ليها ليميت في الشرب. ما ينفعش ان انا قهوه والنسكافيه كمان والنسكافيه عشان الناس بيشربوا نسكافيه طبعا اي حاجه فيها كافيين بصوره عاليه المفروض لها ليميت في اليوم. ما ينفعش انها تكون بتشرب كتير جدا او بتشرب عدد فناجيل قهوه كتير جدا في اليوم، ده بيأثر برده بالسلب معانا. والمفروض انها قبل الحقن بثلاث شهور نقلل ده، او قبل الحقن بثلاث شهور توقف التدخين تماما. التدخين بيأثر كمان على جوده البيضات، على ضيفي ليهم كمان السكريات طبعا والجنك فود طبعا. ويست عملت دراسه نشرتها في نيويورك تايمز، قالت فيها ان السكريات هي العامل الخطر المخفي او المخيف في عالم تاخر الانجاب. فعلا دي حقيقه، بياكلوا حلويات كتير طبعا ممكن يتعرضوا لتاخر، ممكن يتعيروا عندنا تانية ممكن برضو ياثر على او المبشرات بالنجاح لو الست حملت مره قبل كده، ده يعتبر مبشر بالنجاح لان الرحم استقبل جنين مره قبل كده، فبالتالي بيبقى بنسبه كبيره ان شاء الله بيبقى فيه يعني نتائجها اعلى، فده بياثر شويه ان هو عوامل مبشره بالنجاح. عدد البويضات كمان، لو كل ما مثلا الست هتطلع عدد بويضات اكبر او مخزون عالي فده طبعا بتبقى عامل مبشر بالنجاح، ان انت هتطلع محاوله وممكن يكون لها محاولات تجميد كمان فيكون عندها فرصه اعلى في النتائج، فدي برضو عوامل مبشره بالنجاح. كل دي عوامل مبشره. طب الجانب الاخر بقى عكس الكلام اللي احنا قلناه ده، عوامل منذره بان احنا مش ممكن فيها معوقات النجاح شويه مثلاً. المفروض ان احنا نبدا نظبطها. يعني لو انا عندي مثلا فيها معوقات عامه زي السن، فلو برضو السن متأخر لا، أنا المفروض أن أنا عايز بويضة جيدة، السن بيأثر على جودة البويضة، فأنا مع السن المفروض أن أنا أدي مضادات أكسدة أو أبدأ أدي حاجات تحسين لجودة البويضة دي عشان أبدأ ألاقي نتيجة كويسة. برضو زي ما كنا قايلين التدخين، الكافيين العالي، عندنا كمان من المعوقات بتاعة النجاح لو مثلا عندها سكر، لا السكر هيأثر لي على البويضات بالسلب، فأنا لازم أظبطه، اظبط انها تكون بتاخد علاج السكر مظبوط جدا، فبالتالي انا هلاقي نتيجه افضل. وده يتظبط من قبل كمان العمليه بشهرين ثلاثه عشان تلاقي نتيجه كويسه وبويضات كويسه. برضو الغده الدرقيه، لو عندها مشكله في الغده الدرقيه لازم ان انا اظبطها قبل الحقن المجهري، فلازم ان انا اوصل ان تي اس اتش مثلا بتاعي يبقى تحت 2.5، يبقى انا كده ظبطت الغده الدرقيه ووصلتها للنسبه الطبيعيه اللي تساعد في الحقن. من الحاجات التانية برضو لو عندها مثلا سمنة مفرطة موربيد اوبيستي، سمنة جامدة، لا لازم ان انا انصحها ان احنا نقلل ده، سواء بقى بالرجيم سواء بعملية سواء بقى على حسب طبعا السمنة ودرجتها او زيادة الوزن اللي عندنا. بتيجي البقسات تقول لك في الجملة دي في الحتة دي بالذات تقول لك ايه، بنت خالتي توزن اكتر مني وحامل او عندها 3 4 عيال وخلفتهم وهي في وزنها الزياده دي. المقارنه الغريبه دي اللي الناس بتعملها احيانا بتزعج الدكاتره قوي، انهم بيقارنوا واحده بوزن اعلى مثلاً. مش فاهمين ان الظروف بتختلف طبعا. يعني انا مثلا لو واحده وزنها زياده شويه بس هي عندها تكيسات على المبايض، دي غير واحده وزنها زياده بس ما عندهاش مشكله في المبيض. فلو واحده وزنها زياده وعندها تكيسات على المبايض، لا انا لازم اقلل الوزن بتاعها عشان اقلل هرمونات الذكوره اللي طالعه من اللي طالعه عندها نتيجه الوزن الزائد ده، وبالتالي اقلل مشكله التكيسات. فهم ما بيبقوش عارفين ده فبيبقوا قلقانين من القصه دي. في الطب مهمه قوي التكيس ده، هنديله رقم 1. السمنه هنديلها رقم 1. 1+1 يعني يساوي 2. 1+1 في الحاله دي ان سمنه زائد تكيس مبايض في تاثيرهم على تاخر الانجاب مش هيساوي 2، 1+1 هنا هيساوي 7. يعني ايه 1+1؟ هنا العامل الاولاني لوحده تاثيره عامل مهم وكبير، مهم والثاني مهم وكبير على تاخر الانجاب اللي هو السمنه وتكيس المبايض. لما يجتمعوا العاملين اجتمعت عصابه، التاثير هيكون اكبر بكتير من كل واحد لوحده او من مجموعهم النظري. طبعا هيختلف الموضوع، هيتحول بقى الى تاثير عنيف جدا. والست ما بتبقاش مقدراه يعني للاسف هي ما بتبقاش مقدره ان الوزن الزائد ده عامل لها مشكله كبيره فبتبقاش مقدره ده. احنا المفروض كدكتور انا بنصحها وبعرفها ايه الحاجه اللي تخلينا في وضع افضل او تخلي نتائجنا اعلى. في برضه من الحاجات اللي انا المفروض كدكتور ممكن تبقى معوقات للنجاح بتاعتي، وانا المفروض كدكتور بقى ان انا ابدا إن انا اللي اشوفها وانا اللي اقول للست ازاي نعالجها. زي مثلا لو انا عندي بطانه مهاجره على المبيض، زي كيس على المبيض،
الكيس بتاعنا مهاجر على المبيض تمام. فلازم ان انا اقدر اقيم انا المفروض ده يتشال ولا لا. احنا عندنا الاكياس مثلا اقل من 4 سنتي دي ما نشيلهاش. ليه؟ عشان ما ندخلهاش في عمليه وما نقللش المخزون. لو حاله عندها كيس على المبيض او كيس بتاعنا مهاجر على المبيض لكن المخزون بتاعها قليل دي برده ما ينفعش اشيلها حتى لو كانت اكبر من 4 سنتي لان انا هقلل المخزون وانا المخزون ده مهم جدا عندي عشان اقدر اطلع عدد بيضات كويس. فساعتها مع بعض الحالات اللي انا مش اللي هي اكتر من 4 سنتي وانا مش هينفع ان انا اعمل عمليه او اعمل منظار بطن واقدر اشيل الكيس ده فممكن ادي مثلا جرعات من هرمون اللي هو الجونادوتروفين اجونست هرمون الاجونست بتاعه. لو انا اديت ده ممكن اديه 3 شهور يقلل عمل البطانه المهاجر فيقلل نشاطها وبالتالي بعد كده ابدا السايكل بتاعه الحقن المكاري بتاعي. في حاجات تانية زي لو انا عندي ارتشاح على انبوبه ده مهم جدا اللي هي كدكتور انا اكتشفت ان انا عندي ارتشاح على انبوبه بالاشعه الصبغه مثلا ما ينفعش ان انا ابدا السايكل بتاعي كده لازم ان انا اعمل منظار بطن افصل الانبوبه دي او اشيلها تماما فبالتالي اوصل لمرحله ان انا عندي ما عنديش مشكله بقى تضر الاجنه لما احطها فبالتالي المعوقات دي انا بتغلب عليها واقدر ان انا اظبطها قبل ما نبدا السايكل بتاعه الحقن المكاري. لانها ممكن الارتشاح ده هيعمل انفكشن او يعمل عدوى الاجنه حتى لو حملت عليه ممكن يحصل اجهاض فلازم ما استناش المشاكل مشاكل بقى اه طبعا ما اقولش بقى لا هي الامور هتعدي والجنين ما هو هيتعرض اكيد للارتشاح اكيد هيتعرض للمشاكل وحتى لو حملت زي ما قلت ممكن يحصل اجهاض مبكر فتبقى هي ما استفادتش. الست في الاول في الاخر عايزه جنين سليم معاها يعني اللي هو يحصل ولاده لجنين سليم الحمل والاقاط بالنسبه لها ما وصلتش للغايه بتاعتها فبالتالي برضو فشلت فاحنا بنحاول دايما ان احنا نوصلها لافضل حاجه. برضو من الاسباب المعوقات اللي انا لازم اتغلب عليها لو في عندي مشكله ورم ليفي في الرحم. الورم الليفي بقى بيبقى فيه مشكله ان هشيله ولا مش هشيله هعمل عمليه ولا لا. ده لو انا عندي ورم ليفي داخل البطانه لازم يتشال لانه هياثر على الانزراع بتاع الجنين بتاعي. فاي ورم ليفي حتى لو كان حجمه سنتي يعني اي ورم ليفي داخل البطانه المفروض ان هو يتشال. لو ورم ليفي بقى في الجدار بتاع الرحم لكن مؤثر او ضاغط على البطانه برده المفروض يتشال لانه بيعمل ديستورشن او بيلخبط البطانه الرحميه. فلو ورم ليفي في الجدار وضاغط على البطانه لازم برده اشيله. لو ورم ليفي في الجدار لكن صغير مش ضاغط على البطانه او بينمو لخارج الرحم وصغير ده مش مشكله ممكن ما يتشالش. او لو في متعدد بقى اورام ليفيه كبيره وكلها كبيره وكلها اكتر من 5 سنتي انا كدكتور برده لازم اشيلها لان لو شلتها انا ببقى عارف ان ده هيوصلني لنتيجه جيده مع الحاله فبالتالي يحقق فرص نجاح اعلى. كل دي تغلب على معوقات قد تعيق الحقل المكاري. ايوه طبعا وده لما بنعمله فعلا بنلاقي نتائج افضل وبالتالي النسب بتتحسن جدا وفرص النجاح بتعلى جدا. فعشان كده ده مهم جدا ان انا ابدا ادور عليه وابدا انا يعني اعرف الحاله عيوبه ومشاكله عشان نقدر ان احنا نوصل لنتيجه مرضيه للحاله او نوصل للحمل باذن الله. ومن كلامك النهارده استفدنا حاجه مهمه جدا انه توقع المشكله او توقع العائق اللي ممكن يقف قدامي مهم جدا في ان انا اتخيله واتوقعه وادور عليه كويس أكيد. وادور عليه بدقه ولما الاقي المشكله اتعامل معها على طول ما اجريش بسرعه في الوقت واروح اعمل حقن مجهري وانا ما حلتش المشكله طبعا تحت بند ان الوقت ضيق وانه الزوجين جايين في اجازه وعايزين يعملوا حقن مجهري بسرعه. طب وحاله السائل المنوي مش مطمئنه الانابيب مش مطمناني الست وزنها زياده والموضوع شكله مش مع الوزن الزياده ده مش هينفع لازم تخس شويه حتى لو الوقت طبعا لان انا بفضل فعلا عدم التعجل في البدايه بتاعه السايكل بتاع الحقن وان احنا نظبط كل ده حتى لو هياخد وقت اطول وهم مستعجلين بس المفروض ننصحهم ان احنا نظبط كل ده الاول لان للاسف بعد ما يعملوا مره لو حصل فشل بيعمل احباط جامد جدا عند الزوجين وبيبداوا يعني يقولوا احنا كمان ما حصلش حمل مع الحقن يبقى احنا كده مثلا حالتنا اصعب او مشكله. الاحباط ده ممكن يخلي في محاولات بعد كده مأثر عليها نفسيا جدا. الاسترس كمان من الحاجات المعوقه جدا للحقن المكاري عشان كده احنا دايما بنلجا ان الست ما يكونش عندها ستريس لازم تكون نفسيتها افضل كتير
وساعات بنوصل ان احنا ندي ادويه بس احنا ما بنفضلش عشان كده ان الست يكون عندها ستريس ده مش حلو. عشان كده بنفضل نقول لهم ايه يعني حاولوا تنسي الموقع حاولي تنسي انك بتعملي حقن مجهري. نقول للزوج حاول ان انت ما تضغطش عليها نفسيا ده بيأثر جدا. نورتي وشرفتي وابدعتي الله يخليك. ودايما ودي في كلامك كده فكرتيني بحاجه ان الواحد هو طالع مشوار رحله يعني في اي مكان. الرحله دي وليكن رحله سفاري لازم يتاكد ان العربيه اللي انا طالع بيها سليمه وفيها بنزين وسليمه من ناحيه هي اللي هتشيلني الاداه اللي هتشيلني. لازم يكون معايا دليل واحد فاهم عشان يقول لي الطريق ده طريق صحيح والطريق ده طريق وعر. الطريق ده مش صح مش هيوصلك لحاجه والطريق ده هو الطريق اللي هيوصلك للنقطه اللي انت عايز تروحها. لازم اخد الطريق السالك اللي ما فيهوش مطبات ما تهورش وادخل في طريق فيه مطبات ومش مش دارسه. ده اذا كان ده في الحياه البسيطه مجرد رحله انت هتاخدها. فما بالك في رحله اكثر تعقيدا وعلميه صعبه جدا جدا وهي رحله ان يكون عندك ابن. ما تستعجلش لازم تدرس الموضوع. والنهارده انت خدت وقت طويل. عايزين الحلقه اللي جايه نتكلم على الحقن المجهري بقى في تفاصيله في اجراءات سحب البويضات وارجاع الاجنه والاخصاب تحت الميكروسكوب ونتكلم على البي جي دي اكتر اللي هو الفحص الوراثي للاجنه. نورتي وشرفتي. انا سعيد يا دكتور نورت يعني. انت نورت الدكتور. الله يخليك ميرسي قوي. الله يخليك. ضيفتي العزيزه الاستاذ دكتوره نرمين محمود السمنودي استشاري النساء والتوليد وتاخر الانجاب دبلومه الحقن المجهري واطفال الانابيب من جامعه برمنجهام وعضو الجمعيه المصريه للخصوبه والجمعيه الاوروبيه لعلم التكاثر البشري والاجنه. نورتي الدكتور. نورك يا دكتور. خليكوا دايما مع الدكتور. اوعى تفتكر ان جراحه السمنه اللي هتعملها دي عباره عن جارانتي مطلق. لا لازم تكون في عوامل نجاح كتيره جدا اثناء العمليه وما بعد العمليه عشان تاخد الجارانتي المطلق. مفيش جارانتي مطلق كده مش 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 سحر. خلي بالكم ان السمنه متلصصه يعني بتسرقك. لو شفنا اتنين اطفال صغيرين في بيت واهملناهم في لمح البصر في لمح البصر العيال دي هتدخل. الفيلم ده ذكي جدا اللي عمله أذكياء جدا. جايب طفلين داخلين البيت بيعملوا كل حاجة غلط بقى. عصير محلاة مش عارف ايه بيقعدوا سكر كتير. الأم طنشت بصت يمين بتبص لهم لقيتهم تكبروا تخنوا بقوا بيعانوا الاتنين من سمنة. شوف هي بتبص لهم ازاي انه هي بصت لهم في الأول فاكر ان الايام الغلطه بتاعت النهارده هتعدي. لكن المفروض نشرب ميه ما نشربش بقى عصاير. نشرب ميه نشرب حاجات صحيه ما نشربش عصاير محلاه. بص هنا العصاير المحلاه يعني اللي فيها سكريات كتيره وكميه سكر كتيره جدا عامله وميه مياه غازيه عامله في ثانيه. اللقطه اللي بعد كده شوف بقى عاملين ازاي. الصح ميه انا جاي من بره اشرب ميه اكل خضروات. طبعا زي ما انا قلت لكم السمنه بتسرق واللي ممكن يسرقها كمان خلاص يا عم متشكرين عيال سكر قوي. السمنه غير انها بتسرق اللي ممكن يسرقها كمان ثقتك الزائده جدا في كلمه عمليه بدون ان تكون واخد الاسباب. طب نفهم المعنى اللي انا قلته ده يعني ليه العمليه مش جارانتي. العمليه مش العصايه السحريه. ممكن تبقى العصايه السحريه لو انت فكرت صح او اشتغلت صح. ازاي هنفهم دلوقتي.
ضيف العزيز القيمة العلمية المتميزة والاسم اللامع والاسم الجراحي الرائع الأستاذ دكتور كريم صبري، واحد من نجوم عالم جراحات السمنة، أستاذ جراحة السمنة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس، المدير لوحدة جراحات السمنة بمستشفى وادي النيل، زميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، عضو كلية الجراحين الأمريكية، والحاصل على تصنيف جودة دولي في جراحات السمنة. أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. هسألك سؤال بشكل إعلامي بشكل كده أدبي شوية، هل جراحة زي تكميم المعدة جارانتي؟ يعني ضمان واحد هيعمل تكميم معدة خلاص من المؤكد إن هو كل الأمور هتمشي 100%، مش بكلم من ناحية الصحية، بكلم من ناحية التخسيس، هيخس وهيبقى تمام مفيش أي مشكلة خالص وما يعملش أي حاجة بقى، ياكل اللي هو عايزه ويعيش، ما هو عمل عملية. في البداية اسمح لنا أحيي حضرتك وكل السادة المشاهدين. الحقيقة طبعا عملية السمنة هي الأقوى على الإطلاق إن هي تنزل الوزن، ويمكن إحنا لازم ندي العملية حقها، إنه مفيش حاجة في الدنيا هتنزل مريض السمنة المفرطة إلى وزنه الطبيعي غير عمليات إنقاص الوزن، سواء بقى تكميم المعدة، تحويل مسار المعدة، التكميم مع تحويل الساسي، تحويل مسار الاثنى عشر سيرس، هي كل العمليات دي هي هدفها إنقاص الوزن. وأنا دايما بقول للعيانين كلمة، ولازم الكلمة دي تسجل كويس قوي، إنه العمليات الجراحية التي تجرى بالمنظار هي من أقوى الحاجات اللي هي ممكن تتعمل في التاريخ لعلاج السمنة المفرطة. يعني أنا وزني 140-150 كيلو 200 كيلو، وزني أزد من طولي، كتلة جسم حتى بقت فوق 30 وعندي مشاكل للسمنة فوق 30، أنا أعني الكلمة دي لأن خلاص الجايد لاينز اتغيرت طبقا لمنظمة الإفسو والASTMBS أو جمعية الجراحين الأمريكية، خلاص غيروا الجايد لاينز بتاعت 1991، خلاص بقت السمنة أو الكتلة اللي هي فوق 30 زائد مشاكل في المشاكل مروحة يعني مع السمنة المفرطة زي السكر، الضغط، الكوليسترول العالي أو المشاكل الدهون الثلاثية الضارة في الدم، تدهن الكبد، مشاكل المفاصل، أي حاجة تتعلق بمشاكل السمنة مع كتلة جسم فوق 30 خلاص تعمل عملية. يبقى إذن مفيش حاجة في الدنيا هتنزلك لوزنك غير إنقاص الوزن بالعمليات الجراحية. طالما أنت حاولت دايت وفشل الدايت، أنت مفيش حاجة تنزلك ومفيش حاجة هتديك الأمل تاني في وزنك الطبيعي غير عمليات إنقاص الوزن. طبعا أنا بتكلم على عمليات إنقاص الوزن اللي بتتعمل باحترافية، يعني بتتعمل تبع للجايد لاينز، عايز مقاس معدة مظبوط، قبة معدة متشالة في التكميم، نهاية المعدة تكون مقصوصة بحكام، ما عندناش مشاكل في العملية، يبقى انت عامل عمليه جراحيه مظبوطه. انا بقى عملت عمليه جراحيه مظبوطه ونزلت وزني المظبوط، الجسم ما بيفهمش ده، يعني الفيسيولوجي بتاع الجسم، الجينات بتاعه الجسم، الهرمونات بتاعه الجسم، ما بيفهمش ان انت عملت عمليه. هو عايزك، هو شايفك بس عند وزن 140 كيلو، عند وزن 200 كيلو، عند وزن 300 كيلو، وعايز يرجعك للوزن الطبيعي. العمليه بتقعد تحارب معاك لان هي بتقلل كميه الاكل، يعني انت شلت جزء كبير من المعده وشلت هرمونات الجوع والانكريتنس والانتي انسولين هرمونز، الحاجات اللي هي كلها العكسيه الضاره المرضيه، انت خلاص اتخلصت منها، مضادات الانسولين كلها اتخلصت منها في عمليه تكميم المعده او عزلتها في عمليه تحول مسار بانواعها اللي هي الموجوده، ولكن ما زال عندك برضو هرموناتك، جيناتك، واحنا دي نظريات طبيه اسمها الجات ادابتيشن والهرمونال ادابتيشن، يعني ده معناه ان في فيسيولوجي الجسم هيعكسك في المستقبل بعد انقاص الوزن، لانه هو مش شايفك في الوزن الصغير، هو شايفك في الوزن الكبير كانه ذاكره. لكن العمليه هتساعدك، العمليه هتساعدك كويس جدا، مش هتخليك تتعدى كميه الاكل اللي هي الطبيعيه، حجم الاكل قل، الجوع قل بنسبه كبيره جدا، يعني انت ما تحاربش لوحدك دلوقتي، لا احنا العمليه قللت الجوع بنسبه كبيره، قللت الهرمونات الضاره في الدم بصوره كبيره جدا، وبالتالي العمليه بتساعدك. اللي بيحصل انه الانسان بيعتمد وثقته بتزيد بنفسه بزياده ما بعد العمليه، انا بتكلم برضو على العمليه المحكمه اللي معموله كويس. العيان لقى نفسه وزنه وصل، كان 140 كيلو وصل 80 كيلو وبقى مبسوط وخلاص اعتمد على نفسه، خلاص ان انا اعتمد على العمليه توتالي، وعنده ثقه جامده جدا العمليه دي هي يعني كمبيوتر في البطن، هي بقت هتنظم له الاكل وهتنظم له الحاجات. يبقى اذا لازم يبقى في تحفظات لكل انواع العمليات، الكلمه دي مهمه، ان احنا كل انواع العمليات محتاجه تحفظ، ما بقى سواء ما بعد التكميم، تحويل المسار، كل انواع العمليات اللي احنا بنعملها بالمنظار كلها لازم نحافظ عليها في المستقبل. يعني عايز اعمل يعني معده زي دي بالشكل الصغير ده،
اكيد مش هتسمح لك ان انت تزيد، يعني مش هتسمح لك ان انت تزيد بسهوله الا اذا كنت انت عايز تساعد فيسيولوجي الجسم بتاعك ان هو يزود الوزن في المستقبل. افتح في الشوكولاتات وافتح في الايس كريم وافتح في المعجنات وعاكس نفسك بزياده، هتلاقي نفسك الوزن ابتدى ينقر عليك تاني في المستقبل وتبتدي تزيد في الوزن، وتلاقي نفسك ابتديت تزيد في الوزن في المستقبل وتحتاج لعمليه تانية. يعني انا بتسال سؤال دايما، هو انا هعمل العمليه وبعدين هعمل دايت؟ طبعا اعمل دايت، انت مش هتعمل دايت احكاما يعني نص بيضة صباحا ومساء والحاجات اللي هي الريستريكشن العنيف ده، ولا هنمنع عنك مثلا انواع معينه من الاكل مدى الحياه، لكن احنا محتاجين التعادل، اللي هو انا وصلت الوزن كويس، ابتدي عادل نفسك شويه، ابتدى الوزن يزيد عليك شويه، ارجع لدكتور التغذيه تاني، ارجع لنا تاني واسالنا انا وزني بيزيد ليه، نساعدك بشويه ادويه، نساعدك بملاحظات ممكن تفيدك في التغذيه العلاجيه، نشوف ايه الديفكتات اللي عندك في حياتك اننا نبتدي نعالجها. طبعا انا بتكلم ليه، قلت ان احنا ده في حاله ان العمليه تكون معموله كويس جدا. في عمليات بقى بتبقى من الاصل اصلا هي مش معموله بحرفيه، وتلاقي هي ما عندهاش قدره اصلا في انقاص الوزن. يبقى انا يعني ما اديتكش الحامي الحقيقي. بالظبط كده، يبقى انا بتكلم على العمليه اللي هي نزلت الوزن وبعد كده ابتدى يزيد الوزن اللي فيها. فدي يعني خلاصه جراحه السمنه يعني يمكن في الكلمتين دول. طب ازاي المريض اللي عنده فشل في المريض كلمه فاشل دي كلمه تقيله قوي، امتى اقول ان العمليه فشل؟ وازاي احضر المريض ده بعد الفشل نفسيا وعضويا؟ هي ما فيش يعني، احنا بقى لو وصلنا سنتين، عدينا سنتين ما بعد يعني العمليه وخسينا اقل من 50% من الوزن الزائد، ده يعتبر فيلير يعني او فشل لجراحه السمنه. عمليه تكميم المعده او عمليه تحويل المسار، خلينا نوسع الدايره اكتر شويه، كل عمليات السمنه يمكن اعاده اصلاحها مره ثانيه. إعادة الإصلاح يمكن لعملية التكميم إن نجري إعادة تكميم مرة تانية، بس لازم تكون المعدة بقى في الأشعة المقطعية ثلاثية الأبعاد وسعت، فلما نبتدي نضيق المعدة هيستفيد منها. طب أنا عندي معدة صغيرة وهو آكل سكريات بشراهة، وأنا هضيق إيه؟ ما هي المعدة أصلا صغيرة، يبقى إذن لازم دي تتحول لتحويل مسار. ده برضه ما زلنا في النطاق اللي هو ما عندوش مشاكل في العمليه، لكن في عمليات اصلاح لعمليه التكميم بسبب ارتجاع شديد في المريء، بسبب التواء تحت في المعده، بسبب فتق في الحجاب الحاجز فوق، بسبب وجود مشاكل جراحيه في العمليه تحتاج لاعاده اجراء عمليه ثانيه. يعني الناس اللي عندهم التهابات في المريء جامده، عندهم فتق في الحجاب الحاجز، عندهم ضيق في المعده بعمليه التكميم، دول بيحتاجوا عملية اسمها تحويل مسار المعدة الكلاسيكي وإصلاح الفتق. يعني أنت لو عندك فتق في الحجاب الحاجز بعد عملية تكميم، أنت 100% تحتاج لعملية إصلاح للفتق ده وتحويلها إلى تحويل مسار معدة كلاسيكي. ودول يعني كتير جدا، يعني كتير جدا ما بعد عملية. عشان كده التكنيك مهم جدا في العملية الأولى، التكنيك مهم جدا أن أنت تتفادى أن المعدة يكون فيها ضيق من تحت، عشان الضيق من تحت ده أنت بتحول المعدة الواسعة اللي هي البريشر فيها هادي إلى هاي بريشر تيوب، اللي هي بتفتق بقى المعدة من فوق، لأن ضغط المعدة من تحت عالي جدا، فالمعدة بتفتق تلاقي فتق لأنها ضيقت، فبيبدأ الضغط جواها يعلى جدا. وبالتالي برضو عايز أكد على نقطة، إذا كان عندك ترجيع مستمر ما بعد عملية تكميم المعدة، إذا كان عندك ارتجاع شديد ما بعد عملية تكميم المعدة، أنت عندك فتق في الحجاب الحاجز أو ارتجاع شديد في المريء إلى أن يثبت العكس، أنت عندك حاجة. طب انا هعالج ده ليه؟ يعني انا عندي ارتجاع شديد مأرق علي حياتي ما بعد عمليه تكميم المعده، مش عارف اكل كويس، انا ما بنامش، عندي الم شديد في المعده. احنا عايزين نحسن الحياه ما نسوقهاش. فاذا افحص نفسك، اعرض نفسك على الجراح مره ثانيه، اعمل منظار معده تشخيصي من الداخل عشان تشوف خلايا المريء اخبارها ايه. احنا عايزين نمنع حدوث تغير في خلايا المريء الى خلايا غريبه. انا يعني مش عايز اسود الصوره او اخليها دارك يعني، لكن عايز اقول ان احنا اللي عنده ارتجاع شديد في المريء يفحص نفسه. وانا شايف ان احنا عندنا برضو في العالم كله في جراحات السمنه يعني زي قله تقدير لمشكله الارتجاع ما بعد عمليه تكميم المعده. الناس فاكره ان بعد عمليه تكميم المعده الارتجاع ده طبيعي،
سواء عمل عمليه تكميم او عمل عمليه تحويل مسار وعنده ارتجاع حاله طبيه خطر حاله طبيه في منتهى الخطوره لا ممكن تحول جزء من المعده من المريء الجزء الاسفل منه ممكن يحصل فيه حاجه اسمها ميتابليزيا بالظبط وبرت طبعا ويتحول ده بري كانسرس بالظبط فالارتجاع المريء ده ما ينفعش نتعامل معاه بانه حاجه سهله وده كتير جدا وخصوصا وبيجي في سن صغير هتلاقي بنت عندها 19 سنه 20 سنه 30 سنه عملت عمليه تكميم عندها ضيق في المعده من تحت وعندها فتق بالحجاب الحاجز وبتشتكي بقى لها سنين وشفت كتير جدا برضو برت اوسوفاجس او تغير للخلايا في المريء بسبب الارتجاع الشديد. احنا عايزين نعرف انه الشكوى من الارتجاع ما بعد عمليه التكميم هي ليست طبيعيه، هي ده مش جزء من عمليات السمنه الترجيع. عمليات السمنه ما فيهاش ترجيع، عمليات السمنه مش الاصل فيها الترجيع. الترجيع يبقى احنا لازم نفحص نفسنا عشان نتفادى مشكله في العمليه ونصلحها يعني. وبالتالي عمليه تكميم المعده يمكن اعاده تكميمها، يمكن تحويلها لتحويل مسار المعده المصغر، يمكن تحويلها لتحويل مسار المعده الكلاسيكي، بس كل حاجه ليها انديكيشن يعني. في نوعيه من الجراحات ليس لها تواجد على الإطلاق في الأجندة العلمية، مش موجودة في الكتب، محدش عارف عنها حاجة، واللي ألفها يعني كده عشان يتفادى أنه يشتغل بأدوات، يتفادى أنه يشتغل بحاجات غالية، فبالتالي يرخص عشان يبقى ده عامل جذب. وعلى فكرة هذا جرم، هذا إجرام في حق المريض، لأنه أنت لو عايز تخفض من الفلوس بتاعتك، لو أنت عايز زميل ده كلام للزملاء كله، انت بتاخد فلوس كذا 10 خليهم 8 خليهم 7 خليهم 6 خليهم 5، عايز تخفض انت راجل عايز تقلل قلل، لكن ما تقللش على حساب المريض، ما تقللش في الايكويبمنت، ما تقللش على من الاشياء اللي بتدي امان للعيان. ما تقولوش انا هشتغل لك بدباسه تعبانه، او مش هتقول كده يعني، انت تعمل كده عشان توفر فلوس. التوفير له شروط وله ضوابط اخلاقيه لا يمكن من ضمنها أن يكون على حساب أمان العملية ونجاحها وكفائتها في الآخر، وإلا هنشوف عدد لا يعني كبير جدا من عمليات الإصلاح. ضيفي العزيز الأستاذ دكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس، المدير لوحدة جراحات السمنة بمستشفى وادي النيل، وزميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، عضو كلية الجراحين الأمريكية، والحاصل أعلى تصنيف جودة دولي في جراحات السمنة. أهلا بك دائما في الدكتور، ونورت. شكرا. بحوار ممتع ومثير للغاية، لكن خليكوا دايما مع الدكتور. أهلا بيكم. خلينا نحط الشخير، هو طبعا عنواننا النهاردة داخل فيه بطل مهم اسمه الجيوب الأنفية، بس خلينا نحط الشخير. واحد من الحاجات اللي لازم نفوكس عليها في العلاقة الزوجية، هو الخبر احنا سمعناه، الكلام اللي قاله هاني ده كلام مهم جدا وحدث يعني مثير للاستغراب، يعني حادثة وجريمة وناس تتوتر ويتخانقوا عشان خاطر صوت أثناء النوم، وارد جدا جدا. ليه؟ لأنه من ضمن الأساليب المشهورة جدا لانك انت تبدا تضايق حد او تخلي حياته تتحول الى جحيم، انك ما تخلوش ينام. يا جماعه لما يكون مثلا محل، كان زمان الكلام ده، دلوقتي ما شاء الله الدوله بتضرب بيد من حديد على الحاجات دي، بس كان زمان وكانت حته بقى محل هيعمل افتتاحيه، افتتاح معل، فبيجيبوا حاجه اسمها دي جي يا سيدي، تمام، ويشتغل بقى الدي جي، ويا ويلك يا سواد ليلك لو انت ساكن جنب المحل اللي بيتفتح جديد ده، ما تعرفش تنام. فتاني يوم بيبقى يوم سيء جدا، انتوا طبعا متخيلين اللي انا بحكيه لكم ده، تاني يوم بيبقى يوم سيء جدا، انك انت رحت الشغل من غير ما تنام، هتتخانق مع زي ما بيقولوا دبان الوش، هتتضايق من اي حد، هتتخذ قرارات غلط، هتزعل ناس منك، وتاني يوم هتبدا بقى تروح تنام وتروح ثالث يوم، يا نهار ابيض انا زعلت الناس دي ليه؟ ايه اللي حصل ده كله؟ انت منين ما كنتش نايم؟ ما كنتش نايم ليه؟ لأن في حد منعك من النوم. الشخير يعمل كده. يعني لو انت جوزك بيشخر مش هتعرف تنامي كويس، فهتدانك طول الليل صاحية، هتستني بس ان هو يصحى من النوم عشان يروح هو الشغل عشان تاخد انت تنامي مدى، وطبعا لما هتنامي الصبح مش هتستفيدي من النوم كويس، فاللي هيحصل انك هتبدأي
حتى لو انت بتحبي او انت بتحبها من جواك في حاجه مضايقاك مش عارف تعبر عنها او بتعبر بس مفيش حل. فعشان كده الشهير من الاسباب اللي ممكن تجعل في النفس نوع من الخلاف مع الشخص الاخر اللي هو شريك حياتك او حياتك بدون ان يكون في تعبير وسكوت. في ناس متربيه بزياده بجد كتير في الشعب المصري فما بيتكلموش. الست شايفه عيب ان انا اقول له ان انت بتشخر او تقولها له بس بهزار فخلاص هو بياخدها ما كل الرجاله بتشخر. في ناس على فكره في اوساط معينه شعبيه لغايه دلوقتي ماشيه في المبدا ده اللي هو ايه الراجل من غير كرش ما يبقاش ما يسواش قرش وكل الرجاله بتشخر. ده مبدا عند ناس كتير والراجل ما يعبوش الا جيبه. الثلاث حاجات دول منتشرين في حتت كتيره في مصر لازم يتغيروا الثلاثه لازم يتغيروا. النهارده هنحاول نغير هذا الجزء المهم جدا لكن ما تنسوش انا اتكلمت على الشيخ رغم ان البطل النهارده وجيوب الانفيه لكن فارض نفسه يا اخي ضيف العزيز القيمه العلميه الاسم والاسم المتميز في هذا المجال الاستاذ الدكتور هشام ابراهيم دكتوراه واستشاري الانف والاذن والحنجره وصاحب دكتوراه واستشاري العلاج بالليزر وزماله الجمعيه العالميه للشخير وامراض النوم والجمعيه الاوروبيه للشخير وامراض النوم والاستاذ الزائر بمستشفى رويال كير بالخرطوم. اهلا بك يا دكتور هشام منورنا وسعيد جدا بهذه الزياره. اهلا يا دكتور ايمن. هل الشخير نجم شادد الانتباه ليا على طول ولا انا يعني رغم الحوار النهارده جيوب انفيه وفي البنات وقصه مهمه ليه الشخير كلام هاني هو اللي اتراكت 100 الحادثه اللي انت اكيد عارفها طبعا 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 الشخير هو مرض العصر النهارده. الشخير هو مرض العصر لان حضرتك النهارده اخر الابحاث واخر الاحصائيات بتقول ان كم الناس اللي بتطلع صوته هي نايمه وبيتحولوا من هذا الصوت لمتلازمه الشخير والخنقه بيزيد بطريقه غير طبيعيه. فالابحاث النهارده كلها بتتجه ان موضوع الشخير وموضوع الخنقه ومشاكله على كل حاجه على الازواج وعلى الزوجات وعلى العمل وعلى السواقه وعلى القتل وعلى النوم وعلى الخنقه وعلى الموت اثناء الشخير واثناء الخنقه موضوع كبير يستحق النهارده ان هو يبقى مرض العصر. هل من خلال خبرتك الطويله في المجال ده ترى ان الشخير قد يكون سبب من اسباب الطلاق؟ لا ده مش قد ده 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 الكلام ده دوكيومنتد الكلام ده موثق والكلام ده مش موثق عشان احنا شفنا واحد بيشخر فطلق مراته ولا كلام من لا احنا في اسباب قدامنا علميه بتقول ان من اسباب من اسباب الطلاق ان 37% من حالات الطلاق تبقى بسبب الشخير. 37% للاسف الابحاث دي ما بتتعملش عندنا لكن الابحاث بتتعمل بره لأن ببساطة شديدة جدا الشخص اللي بيشخر والكلام ده النهاردة الحقيقة احنا بنشوفه يوميا دلوقتي ما بقاش حد زي زمان تيجي تتكسف أو هو يجي يتكسف ويقول بس بلاش كلمة شخير لا النهاردة الناس بتيجي مسجلة لجوزها وبيجي هو مسجل لها وجايين هما الاثنين وجايين في منتهى السعادة عشان شايفين النتائج النهاردة بتاعت عمليات الشخير عندنا شكلها عامل ازاي فجايين بكل أريحية سواء من جوه أو خارج مصر بيجوا بكل أريحية يقول لك أنا زوجتي بتشخر عايز أحللها المشكلة لأن هي عندها 1 2 3 ومشاكلنا ممكن توصل لأكتر من كده. إذن يعني إحنا قدام معضلة كبيرة جدا خليني أسمع أنا عايز أسمع البنت يعني إحنا عندنا كيس ريبورت النهاردة مهمة لازم نسمعها فخلينا نبدأ حوارنا لأنه واضح حوار سخن قوي فنبدأه زي ما بيقولوا from the top بقى اللي هو history من المريضة نسمع مع بعض. اسمي كريم عندي 24 سنة تعبت كنت بتعب على طول بصفة مستمرة صداع وزغللة ومش مركزة في أي حاجة بس صداع مستمر قعدت فترة طويلة كده وجيت في آخر سنتين تعبت جدا قلبت معايا بكرشة نفس ومش بقدر أخد نفس جلسات عملت الجلسات دي ما كانتش بتعمل أي حاجة رحت لكذا دكتور قالوا ان هو صدر دكتور قال لي رب ودكتور قال لي حساسيه صدريه بقت الادويه بقى كتير وكورتيزون والحاجات اللي داخلها كورتيزون اللي هي بتهدي في الوقت او اسبوع 10 ايام اكتر من كده برجع زي ما كنت جيت له الدكتور هشام قال لي عمليه بتاعت الجيوب الانفيه عشان كانت ملتهبه الاربع الثمان جيوب انفيه في الناحيتين الناحيه اليمين والناحيه الشمال كانت كمان مأثرة عليا في البيت ما كنتش بشم كويس وما كنتش بستطعم الأكل كويس والتنفس ده كان مضايقني قوي يعني عامل لي
مشاكل، اللي هو ما فيش خلق لأي حاجة. بعد كده عملت أشعاعات، الدكتور قال لي إن في التهاب وإن أنا لازم أعمل عملية، كنت تعبانة جدا. في قضية هنا مهمة جدا، كم عرض مهمين قوي، فقالت كتير ما شاء الله، هي فصيحة وبتتكلم بتلقائية وبانطلاقة كويسة جدا. أولا عدم القدرة على التذوق، دي حاجة مزعجة جدا جدا جدا، لأن بيخليك تكمل أكلك اللي أنت متذوقه. لو ما عندكش قدرة على التذوق أنت بتبقى زي إنسان شديد المرض، إحساسه كده إن أنا مريض جدا، أنا مش متذوق الأكل. دي النقطة الأولانية. النقطة التانية حتة أنا ماليش خلق. الحكاية دي بقى لازم نفهمها بالتفصيل. شوف حضرتك الكريمة، البنت كريمة ما شاء الله زي ما حضرتك قلت كده، لكن أنا لفت، أنا حتى لفت نظري حاجة، لفت نظري ليها كل اللي هي راحت لهم قبل كده سنتين ثلاثة ولا أربعة، حكاية الكورتيزون دي، حكاية الكورتيزون ومحدش طلب أشعة. ياه. اه في منتهى الغرابة محدش طلب أشعة مقطعية. هي أنا يعني هي دايجنوزد إزاي؟ أنا شخصتها إزاي؟ أنا سمعت شكوتها وعملت لها منظار وما كانش فيه لحميات جوه الانف على فكره. وقلت لها روح اعملي اشعه. بقى لها اربع خمس سنين بتشتكي. روح عملت الاشعه، جت الثمان جيوب انفيه مليانين لحميات. خلاص عمليه مفيش كلام. فدي نقطه مهمه جدا. طبعا بقى سؤال حضرتك بقى الشم والتذوق والحاله النفسيه، انت شايف حضرتك البنت حكايه الانفعال هي دلوقتي بعد العمليه ده، دي بعد العمليه لكن هي كانت بتقول كان خلقي ضيق. ايوه دي مامتها جايه تشتكي لي بتقول لي انا عايشه معاها سنتين ثلاثه في خناق مستمر نهار وليل، مش مستحملاني، مش مستحمله حد في البيت. نقص الاكسجين يعمل كده، نقص الاكسجين والحاله النفسيه، البنت ولا بتشم ولا بتتذوق ومخنوقه وصداع وبلغم. برضو سؤال عكسي، في حالات بتترك ولا تتدخل ولا تشخص اساسا خطورة ايه؟ لا ده خطورة، ده دي الخطورة. الحالات اللي لا تشخص اللحميات، هي اللحميات مشكلتها ايه؟ اللحميات مشكلتها ان هي بتنمو في داخل الجيب الانفي. كلمة تنمو يعني في الاول بتبقى صغيرة، تبتدي تكبر جوه الجيب الانفي، بتبتدي تضغط على كل حتة في الجيب الانفي، واحنا عندنا في اماكن في الجيب الانفي في منتهى الخطورة، اللي هي فين؟ جنب العين، اللي هي اللامينا بيبريسيا، زي ما يعني زي ما بنقول جزء عظمي رقيق جدا ما بين الجيب الانفي وما بين مقله العين او تجويف العين. الجزء ده اول حاجه بتحصل فيه ان هو اللحميات بتضغط على هذا الجزء العظمي البسيط جدا، تكسره تدخل جوه تخلي العين تخرج بره على طول. دي حاجه. الحاجه الثانيه احنا عندنا برضو من ضمن اللحميات او انواع معينه من اللحميات والفطريات اللي بتبقى موجوده ممكن بتنفيد او بتنتشر وبتخش على المخ تعمل لنا مشاكل. ده الميكروميكوز بالظبط كده، في حالات الضعف المناعه العنيف بالظبط كده، لما يكون مثلا حد مناعته ضعيفه خالص بالظبط وترك بقى هو ده هو ده اللي احنا بنقول ازاي. في حالات يعني مزعجه للغايه، لانه الميكروميكوز دي بتيجي في نقص المناعه، وساعات نقص المناعه يكون مع غيبوبه، دي بتنقص السكر او زياده السكر. ما كل السكر بيعمل قله مناعه، كل الكيموثيرابي بيعمل قله مناعه، الحاجات اللي هي كل الادويه بتاعه الكورتيزونات والكلام ده لفترات طويله جدا. حتى اللي هو كورونا في الفتره الاخرانيه كورونا مع العيانين بتوع الصدريه اللي بيخشوا ويتحجزوا المناعه عندهم بتقع زي ما بنقول، ويبقى هم عرضه اكتر لاي مشاكل جوه الجيب الانف، اي مشاكل. عشان كده يا جماعه دايما اي حد داخل بغيبوبه سكر عالي وعنده اسيتون ده مناعته ضعيفه، لازم تبص على عينيه. لو لقيت عين محمره يبقى العين المحمره دي نتيجه ان الفطر في الجيوب الانفيه اللي تحتيها. لو لقيت عين واحده محمره او عين محمره على الناحيتين لازم تطلب اشعه مقطعيه على الفصل الامامي في المخ فورا، وطبعا اشعه مقطعيه بقى على الجمجمه لانك هتلاقي فطر بالظبط، وعلاجه سهل يعني علاجه هتشيل الفطر وهتطلع. هو ده بقى، هو بقى من اهم حاجات من اهم يعني جزئيه في الفطر، ان احنا اول ما بيبقى بيتشخص بيتعالج وبيتشال والدنيا يعني بتبقى كويسه جدا وبتستمر، واللحميات بتتشال بالظبط زي الفل. طب تعال نسمعها تاني بقى في المحطه الثانيه، ما احنا عندنا محطتين، هما المحطتين على فكره بتحكي فيهم وهي مرتاحه بس بتاريخين مختلفين. التاريخ الاول في الكلام ما قبل العلاج والتشخيص وهو الأخير. التشخيص والعلاج تختلف الأمور تماماً طالما أنا عولجت وتشخصت صح.
تعالوا نسمع هذا الحوار وبعدها نختم هذه الجلسة العلمية الراقية جدا. تعالوا نسمع. وبعد كده بعد العملية قعدت الفترة اللي قعدت فيها الدعامات ما حسيتش بحاجة، يعني هو مش ربع مثلا، لو في اصلا الم مش ربع الالم اللي كنت بحسه قبل العملية. وبعدين رحت فشلت الدعامات بعدها، واول حاجة عملتها لما خرجت اللي هو اكتشفت ان انا في اكل كتير ما كنتش بستطعمه، فيش يعني مش عارفة اشم، اللي هو لما خرجت برا بتنفس، حاسه ان انا بتنفس من مناخيري، مش لاغيه مناخيري وبتنفس من بقي بس، لا في طاقه، يعني في اللي هو مناخيري بتتنفس، يعني شامه وبستطعم وبقيت كويسه. عايشه فتره من غير ادويه ومسكنات من ساعه ما عملت العمليه، بقالي 4 أو 3 شهور من ساعه ما عملت العمليه عايشه من غير مسكنات. فرق في حياتي ان انا بقيت اعرف اخرج، بقيت اعرف يعني اتحرك، بقيت بتنفس، اللي هو شم ريحه الحاجه، مش حد كان بينادي عليا يعني ادوق حاجه وكده ما كانش بيبقى فيه، او كان بيبقى مشاكل ان مثلا انا عندي الطعم مختلف عنه، او ان انا على ما احس بطعم حاجه بيبقى بوصل لحاجه اعلى منه. ونصيحتي لاي حد، اي حد دكتور شخص له ان هو محتاج عمليه جيوب انفيه يعملها، لان هي سهله، والدعامات الجديده ديت خليتها اسهل حاجه، ومش هيحس بالم قد ما هيحس ان هو مرتاح بعد كده. بلا شك ان الواحد لما يستطعم يعرف ان دي ملوخيه ناشفه ولا ملوخيه خطره، ده شيء مهم جدا، ان يعرف ان انا باكل الحاجه دي سبايسي ولا مش سبايسي، ولا الحاجه دي فيها بهارات كذا، بحس ده متعه لوحدها. لكن البنت اجمل ما فيها دلوقتي الابتسامه لوحدها، ده تعني كتير قوي. هي دي النفسيه اللي احنا اتكلمنا فيها، نفسيه البنت قبل ونفسيه البنت بعد. نفسيتي انا على فكره، انا لفت نظري حاجه في منتهى الغرابه جدا، هي قالت لفت نظري ان البنت كريمه ما كانش عندها لحميات جوه الانف، ولكن مع عدم وجود لحميات ما كانتش بتشم، والنفس ما كانش كويس. طب ليه؟ ده سؤال، ده سؤال يعني انا يعني لاحظته دلوقتي. ده معناه ان زي ما احنا قلنا ان وظيفه الجيب الانفي ووظيفه الانف اللي هي بتنظف وبتنظف كل الاير واي او مجرى التنفس ما كانتش مظبوطه، فاعصاب الشم ما كانتش بتشم، فدخول الهواء ما كانتش بتحس بيه. دخول الهواء، الهواء داخل، بس انت اهم من دخول الهواء ان انت تحس ان في هواء. زي انت حضرتك بتاكل ملح، في ملح بس ما انتش مستطعم بيه، في سكر بس مش مستطعم بيه، فهي رجع لها احساسها بالهواء، احساسها بالشم، احساسها بالتذوق. وهو ده العمليه الجيوب الانفيه لما بتتشخص صح وتتعمل مظبوط بتخلي العيان بالمنظر ده. العيان يعيش حياته 3D 3D يعني عنده شايف وحاسس الاكل وكمان متذوقه، ولازم ده كان عايش 2D يعني شايفه وماسكه ماشي شبعنا تمام، تذوق اكلت ايه الله اعلم. نورت وشرفت كالعاده، ابدعت بنورك ضيف العزيز القيمة العلمية المتميزة واسم اللامع الأستاذ دكتور هشام إبراهيم، دكتوراه واستشاري الأنف والأذن والحنجرة، وصاحب دكتوراه واستشاري العلاج بالليزر، وصاحب زمالة الجمعية العالمية للشخير والجمعية الأوروبية للشخير وأمراض النوم، والأستاذ الزائر بمستشفى رويال كير بالخرطوم، كان منورنا في واحدة من حلقاتنا الممتعة المتفردة، لأنه عالم الشخير، عالم مشاكل الأنف والأذن والحنجرة، أنا برضو في رأيي أنه مظلوم رغم أهميته الشديدة، رغم أنه واسع الانتشار، لكن ثقافيا إحنا لسه في سنة أولى. يا رب نكبر وننتقل سنة تانية. خليكم دايما مع الدكتور. أطقم الأسنان الأولى ظهرت في إيطاليا سنة 700 قبل الميلاد، كانت عبارة عن أسنان بشرية مع قطع من أسنان الثور وفرس النهر وعاج الفيل محشورة في أسلاك من الذهب، وكانت بتفوح منها رائحة كريهة وشكلها كان شاذ ومفتعل. التقنيات الحديثة دلوقتي وفرت طرق كتيرة متنوعة في مجال تركيب وزراعات الأسنان، ما بقاش بس طريقة لإعادة تأهيل الأسنان، لكن كمان لتجميل الأسنان والحصول على شكل أجمل وثبات ومتانة وراحة وإحساس طبيعي.
اهلا بكم. النهارده يوم مهم جدا في عالم طب الاسنان طبعا، لكن خليني اقول لكم حاجه لطيفه جدا. بيقول لك ايه، دراسه اثبتت ان اصحاب السنان اللي مش حلوه اقل فرصه في التعارف. عملوا تجربه جميله جدا مهندس مدارين بيرت ومدير التسويق بتاعه البروجكت ده اسمها اليزابيث هيلي. دول شباب، واحد 35 هي هو 35 وهي 30. عملوا تجربه لطيفه، عملوا حسابين على الفيسبوك، وواحد منهم بصور سنان حلوه والتاني بصور سنان مش حلوه. مجرد بس تغيير السنان هو ده اللي عملوه، بس لو انه خلال اسبوع واحد الابتسامه الحلوه جابت لهم 1500 رساله لحساباتهم. الحسابات الثانيه او الحساب الثاني اللي فيه الابتسامه اللي مش حلوه جاء فيه 240، من 1500 ل 240. انتوا متخيلين؟ ضيف العزيز الزميل والصديق العزيز الاستاذ دكتور نور الدين مصطفى. فرق كبير جدا بين تجميل الاسنان وتشويه الاسنان. تجميل الاسنان بالذات اول خطوه الحاله لازم تاخدها هي انها تروح لدكتور تجميل اسنان. دكتور تجميل الاسنان هو اللي عنده الادوات والفيجن اللي تقدر تحولني من الشكل اللي مش مظبوط لشكل جمالي متناسق. ده اجراء مهم جدا، ده حاجه في وشي. احنا بنتعامل دايما كده، عندنا شعار اسمه التجميل في التفاصيل. الدكتور نور الدين مصطفى تخرج من كليه طب الفم والاسنان جامعه القاهره، تخصص في مجال تجميل الاسنان، عضو الجمعيه الامريكيه لتجميل الاسنان، عضو الكونجرس العالمي لزراعه الاسنان جامعه نيويورك. ضيفي العزيز دكتور نور، اهلا بيك ومنور دكتور. وحشني والله. وحشني جدا جدا. زراعه الاسنان انا حاسس انه في تخاريف بتتقال، انا حاسس ان في غلطات جباره، بس الاول يعني نمسك كده زراعه الاسنان بالراحه ونشوف وصلت لايه، وكلمني على التخاريف اللي بتسمعها دلوقتي. تمام. الاول احنا عايزين نعرف بس الناس من الاول خالص يعني زراعه اسنان. احنا السن اللي ربنا خلقها عباره عن جدر جوه العظم الفك وطالع منها الجزء الخارجي اللي هو الكراون. يبقى اذا لما هاجي اعمل زراعه اسنان وهعوض سنه مفقوده او هفقدها يبقى هعوضها بنفس الطريقه. فالزرعه هي عباره عن اجزاء، جزء الاول بيتحط جوه العظم، تمام. هنشوف هنا ادي الجزء التيتانيوم ده بيتحط جوه العظم، وبعدين الاباتمنت او الجزء الخارجي اللي هيركب عليه الكراون او الجزء اللي بنشوفه. فبالتالي هو واخد نفس الميكانيزم او الشكل بتاع السنه الطبيعيه. فالناس يبقى متخيله بس الزرعه دي، لان لسه ستيل لغايه النهارده في ناس مش فاهمه او مش عارفه يعني ايه الزراعه. في ناس لغايه النهارده فاكر ان الزرعه دي حاجه بنحطها وبتنبت، يعني في ناس متخيله. ما هو لسه ما حد يعني، برضو الزراعه برغم انها انتشرت وبقت موجوده في الوطن العربي بشكل كبير وعندنا دكاتره كتير محترمه جدا بتعمل زراعه بتعمل نتائج هائله جدا، بس ستيل في ناس مش مستوعبه الزرعه هي عباره عن جزء جدر بحطه جوه العظم، وبعد الوقت اللازم سواء قررنا ان هو يتعمل له immediate load او delay load اللي هو بعد الفتره اللازمه ان العظم بيمسك في الزرعه. لازم الناس تفهم ان وصل الاكتشاف جه ازاي. في عالم في الخمسينات اكتشف ان ماده اسمها التيتانيوم لما بتتحط جوه العظم العظم بيتخيلها عظم، فبيخش يبات جواه، تمام. وبتاخد وقت معين لغايه ما يحصل حاجه اسمها اوسيو انتجريشن او عمليه التعظم، ان يحصل تعظم كامل بين الزرعه وبين العظم ده. والفتره دي هي اللي احنا بنستناها، عشان برضو دي معلومه، احنا عندنا ثلاث حاجات. في ان انا اخلع واستنى اما العظم يبقى مؤهل للزراعه، وفي ان انا اخلع وازرع، ده اسمه ايميديت امبلانت، ان انا بخلع وازرع، وفي ايميديت لود ان انا بخلع وبزرع وبركب. ففي ثلاث حاجات، في شروط لكل حاله، فما ينفعش الحالات تيجي تقول لي انا هخلع وازرع واركب النهارده. مش انت اللي تقول، الاشعه اللي بنعملها والتحاليل اللي بنعملها هي اللي بتقرر احنا هنعمل لك ايه وايه الانسب بالنسبه لك. ده بالنسبه للزراعه، عشان الناس تبقى استوعبت بس فكره الزراعه والايه والحاجات اللي مش فاهمها قوي. الزرعه عباره عن جزء بحطه جوه العظم بسيبه الوقت اللازم، بعد كده بركب عليه الجزء الخارجي. طيب برضو هل هكون واقعي لما اقول لك لما واحد يفقد سنه الافضل له انه يعمل زراعه ولا يعمل تركيبه كوبري بريدج
بين السنتين. لأن الحكاية دي يعني أنا أعتقد أنه كتير من الناس بتتوتر فيه. تمام. هو طبعا أنا يعني مش ضد التركيبات الثابتة لأن هي حل ستاندرد موجود طول الوقت. لكن خلينا نتفق على كذا اتفاق. أول حاجة حاجة فقدت السنة ليه؟ لأنك ما قدرتش تحافظ عليها. طيب لما تخلع سنة أنت ما قدرتش تحافظ على سنة واحدة، هتعمل مكانها تركيبة ثابتة، يعني هتحضر سنة قبل السنة المخلوعة وسنة بعد السنة المخلوعة وهتركب كوبري. تمام. الكوبري أصلا طريقة تنظيفه أصعب من السنة الطبيعية، فأنت أوريدي ما قدرتش تحافظ على سنة، هتقدر تحافظ على كوبري، فده الأول كونسبت. تاني حاجة، أنا التحضير ده عشان أعمل تركيبة ثابتة لازم أعمله عند دكتور متخصص في التركيبات الثابتة، لأن في ناس كتير عملت تركيبات سببت التركيبات في الفيديو اللي احنا هنشوفه ده. أدي عندي هنا سنة اتخلعت، هنبدأ نحضر الأسنان ونعمل كوبري. هو بما إن هو مش قادر ينظفها كويس فممكن يحصل التهابات في الاسنان اصلا، دي كده الزراعه كده، هو كده يعني استبدل حتى على طول حط زراعه. هنا الزراعه احنا حطينا الزرعه ما لمسناش السنتين اللي جنب الايه الجزء اللي اتخلع، فبقى الجزء ده قايم بذاته، حافظ على العظم اللي احنا زرعناه، ده رقم واحد، يعني حافظ على العظم اللي احنا زرعنا فيه، ده رقم واحد، وفي نفس الوقت ما ضرش وما لمسش السنان الثانيه، بالاضافه ان انت هتنضفه بنفس الطريقه اللي بتنضف بيها سنه عاديه. هنا بقى احنا هنعمل تركيبه ثابته، فبنحضر السنان، فممكن وانا بحضر السنان اروح لدكتور مش متخصص فيحضر لي غلط، ادي واحد. لو الدكتور متخصص وحضرها لي صح وركبنا التركيبه الثابته ممكن يبدا يحصل عندي التهابات بقى في الاسنان حتى في حاله الصح. ما هنا دلوقتي انا ما قدرتش احافظ، ما هو السنه اللي ربنا خلقها لي كانت صح، هي السنه اللي ربنا خلقها دي كانت غلط، ما كانت سنه طبيعيه. بص بدا يحصل عندنا التهابات، هنبدا نخسر السنان اللي احنا ركبنا عليها اصلا، بقت المشكله اعظم. يعني انا جاي بعوض سنه واحده، رحت مبوظ سنتين كمان. هنفضل بقى ناخد السيكونس ده، وزي ما بنقول كده حاجه اسمها الاسنان هتكر. خلعت سنه، بعد كده بقوا تلاتة، بعد كده التلاتة عايز اعوضهم برضو بتركيبه ثابته، يبقى هاخد خمسة فهركب على او سبعه مثلا، بعد شويه بقى عندي نص قرش خسرته، بعد شويه هخسر القرش كله لو ماشي في السيكونس ده. طبعا بالاضافه ان انت زي ما انت شايف كل شويه العظم عندنا بنخسره، يعني العظم في الاماكن اللي مخلوعه عمالين نخسرها. فعلشان كده انا مع ان انا لو عندي سنه اتخلعت او هتتخلع، انا رايي ان انا ازرع مكانها. ليه؟ هاخد بقى كل فوائد الزراعه، الحفاظ على الاسنان المجاوره، الحفاظ على شكل العظم اللي موجود بكثافته. لما بدانا برضو من فتره طويله قوي نقول ان الزراعه ممكن تتعمل في 10 دقائق، الناس فهمت غلط. تمام. انه اعتبروا ان كل زراعه تتعمل في 10 دقائق. دي معلومه طبعا. ده احنا اصلا في كمان ناس، يعني في زملاء طبعا انا بعزهم جدا، الاول احنا اول ما قلنا الزراعه في 10 دقائق اول حاجه تهاجمنا جدا. طبعا. لان قال لك يعني ايه في 10 دقائق؟ الناس كلمات قالت لي اتهاجمنا هجوم غير عادي. بعد كده بقى ترند في مصر دلوقتي اي دكتور بيعمل زراعه يقول لك الزراعه في 10 بقت 10 دقائق دي رقم ثابت. الزراعه في 10 دقائق بقى ترند، لدرجه ان في زميل لينا طبعا بعزه جدا عمل فيديو قال لك ايه، قال لك ولازم تعمل الزراعه، هو بيتريق طبعا، قال ولازم تعمل الزراعه في 10 دقائق ولو زادت على 10 دقائق سيب العيان وامشي. طبعا هو عنده حق يقول كده لان الناس ما بتفهمش. يعني احنا في نفس الفيديو اللي قلنا فيه الزراعه في 10 دقائق قلت بعديها على طول يا جماعه وانا بقول الزراعه في 10 دقائق هتيجي حالة تقول لي أنا جيت لك العيادة وزرعت في ساعة، فأقول لها أيوة يا فندم جيتي زرعت في ساعة لأن احنا كنا محتاجين نزرع عظم أو العظم غير مؤهل فكنا بنأهله. فعملية الزراعة في 10 دقايق على فكرة أي دكتور زراعة متخصص هي فعلا عملية الزراعة ما تاخدش أكتر من 10 دقايق لو العظم مؤهل. وأنا جايب فيديو لايف، يعني الفيديو ده متسجل لايف، الحالة اتحط، ده اسمه السيرجيكال جايد اللي هو ايه بقى الخطه العلاجيه. عملنا اشعه ثلاثيه ابعاد واتعمل على اشعه ثلاثيه ابعاد سيرجيكال جايد. السيرجيكال جايد ده مهمته ايه؟ ان دلوقتي الدريل هيخش في اتجاهه وفي مكانه مظبوط. بص ادي الدريل بي 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 بيخش الاول، هنشيل جزء اللسه اللي احنا هنخش مكانه. طبعا مكبره جدا عشان تبقى طبعا لان احنا قريبين قوي من البق. وعلى فكره انا عايز اقول لك الفيديو ده لما بنزله للحالات الحالات بتخاف. طبعا. بس انا منزله ليه؟ عشان انا دكتور. عشان انا مش راجل بيبيع، انا راجل طبي. فلازم الناس تعرف الزراعه بتتعمل ازاي، مش اقول له اصل احنا هتخش في مش عارف ايه وما تخافش.
هي العمليه غير مؤلمه بالمره، بتاخد بنج وبتتعمل في اقل ما بنعمل عمليه علاج عصب، يعني عمليه علاج العصب بتخلص في ساعه صح؟ اه ده بعد طبيعي. التكنولوجيا الحديثه عشان اعمل درس 4 كنال هياخد مني ساعه، هياخد من دكتور علاج العصب افرج ساعه. العمليه ما بتاخدش 10 دقايق، عايز اقول لك ان دي خدت تقريبا 7 دقايق، لان ده الوقت الطبيعي على فكره ومش اختراع. دكتور نور الدين مصطفى ما اخترعش عمليه الزراعه، ده عمليه موجوده في العالم كله، كل دكاتره الزراعه بتعمل كده، دكاتره الزراعه المتخصصه بتعمل كده، ومش حاجه حصري عندنا، ده اي دكتور متخصص في مصر في الزراعه، هي عمليه الزراعه لو العظم مؤهل مش هتاخد اكتر من 10 دقايق، لان هو عباره عن دريلات زي ما انت شايف، بتخش بتحضر العظم وبعد كده الدكتور بيركب الزرع، بيدخل الجزء بتاع الزرع. لكن قد تحتاج الحاله لاكثر من كده، لا مش توقيت بس في الزراعه، في ان انا استنى لما يحصل اوستيوجريشن، يعني ما يحصل بالزبط. تعظم عشان اعمل لا وغير كده انا دي حاله العظم مؤهل ان انا احط الزرع على يعني كميه العظم كفايه. طب لو حد تاني العظم بتاعه مش مظبوط، او العظم بتاعه في مثلا الانجل بتاعته اصعب، هتاخد وقت اطول. فما فيش حاجه اسمها هي الزرع 10 دقايق، هو مش ترند، هو هو الزرعه العاديه بتاخد افريج من 5 ل10 دقايق، لان ده السيكونس بتاعها دي العاديه في وجود كميه عظم كافيه طول وعرض وارتفاع وحاله العظم مؤهله، اعمله في 10 دقايق واقل ان شاء الله. انما مش الحاله هتيجي لازم كل لا، في حالات بنعملها عمليه رفع جيب انفي لان ما فيش عظم اصلا، ده هيحط عظم ويستنى 6 شهور عشان العظم يحصل له تعظم العظم نفسه، وبعد 6 شهور هيجي يزرع، وبعد ما يزرع هيستنى 3 شهور علشان يركب. فبنتكلم في عملية مستغرقة 9 شهور. لا دي، وفي حالات تانية فيها immediate load بقى. احنا قلنا ان في الاول ان انا بخلع واستنى، او اخلع واهل العظم، او اخلع وازرع واستنى اما الزرعة تمسك، او اخلع وازرع واركب، وده اللي حصل في الحالة دي. على فكرة الناس عندها مشكلة في فهم الحته دي، ايه الفرق بين الزرعه واللود؟ اللود بقى الجزء الخارجي. ايوه اللي انا هاكل عليه. اشرح لهم. هقول لك بقى. مش احنا جبنا اول حاجه الصوره بتاعه الزرعه خالص، حطينا الجدر التيتانيوم، اللي هو الحته اللي هي التيتانيوم دي اللي بنحطها جوه الجدر. تمام. المفروض ان الزرعه دي بتاخد افريج 3 شهور علشان العظم يمسك فيها. تمام. دي في الحالات العاديه. طيب في حالات تانية لما بنيجي نعمل الزرعة احنا شايفين ان كمية العظم كويسة جدا، ولو ربطنا الزرعة عند ربط، احنا لما بنربط بحاجة اسمها رنش، كلها حاجة ميكانيكية يعني. الرنش ده لو ربطنا عند نيوتن معين، فبالتالي بقت الزرعة ماسكة كويس جدا في العظم، انا ينفع اعمل عليها حاجة اسمها immediate load. immediate load اهو احنا ركبنا الزرعة وركبنا الكراون في نفس الوقت. الكراون الثابت. الثابت. القرار ده قرار مين؟ قرار الدكتور المتخصص في الزراعه بس. اللي هو عارف ان انا لما هركب الزرعه دي دلوقتي وهركب عليها الكراون هينفع الحاله تاكل عليها وما يحصلهاش مشكله. في حالات تانية احنا بنربط الزرعه عارفين ان ما ينفعش. ليه؟ لان لو جينا كلنا عليها هيحصل كسر للرابط بين الزرعه وبين الايه؟ وبين العظم. فبالتالي كل ما تيجي الزرعه تمسك في العظم هتتفك لانك عمال تاكل عليها وتحركها. عشان كده قلنا في شرط مهم جدا هو قوه ربط الزرعه في العظم. لو وصلنا لها الرقم المحدد ده، لو وصلنا له اقدر اركب عليه واعمل حاجه اسمها immediate load. غير كده ما ينفعش انت تقول لي، ما ينفعش الحاله تيجي تقول انا اكيد الدكتور من مصلحته ان انت تيجي تزرع وتركب في نفس الوقت لان خلص الحاله. لكن لو قال لك ازرع واستنى 3 شهور، هو عايز يشوفك تاني ليه؟ هو عايز يشوفك عشان مصلحتك انت. هو بيبذل مجهود ووقت اطول ليه؟ عشان مصلحتك انت. فالحاله ما تقررش الخطه العلاجيه، تيجي تقول ايه انا عايز ازرع، الدكتور هيعمل الاشعه، يعمل الانفستيجيشنز بتاعته، اللي ياخد كل الاجراءات بتاعته ويقرر هو محتاج يخلع ويزرع، ولا يخلع ويستنى، ولا يخلع ويزرع ويركب. ده كل دي قرارات دكتور المتخصص في الزراعه بس. دورتني يا دكتور، اتشرفت بيك. يعني بس عد دائما باللقاء مع ضيفي العزيز دكتور نور الدين مصطفى، الصديق والزميل العزيز، كان مبدعا كالعاده وحوارا خارج النطاق التقليدي لكن كله في صلب العلم بتفاصيله. خليكم دائما مع دكتور.